ريدي معلش، انت البريزنتيف فيو عندك مش هيفتح لو انت فاتح على البتاع ده. لا ما انا عارف، انا فاهم، عشان كده احنا انا باخد بدأنا بس. تسجيل وبدأنا اللايف يوتيوب، اتفضل يا دكتور. اوكي، انت شايف كده عندي معلش البرزنتيشن يا شريف؟ ايوه شايفها، تمام. اوكي، شايف البريزنتر فيو. انت شايف برزنتر فيو. اوكي، انا بس ايه كده، ايه الاخبار كده اوكي، ماشي كده؟ اتفضل. اوكي طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. احنا هنبدأ ان شاء الله البرزنتيشن النهارده، هنتكلم عن الفنتليترز. تقديمه بسيطه بس، انا اسمي محمد الريدي، انا كونسلتنت في مستشفى اسمها يونيفرسيتي هوسبيتالز اوف داربي اند بيرتون، دي في انجلترا. انا دفعه الدكتور شيف عصام، كنا مع بعض في الكليه ومع بعض دفعه نيابه واحده، وكنا بنذاكر مع بعض. وانا اعتقد يعني ان من كورونا كلها حاجه مساوئ يعني، لكن من يمكن الحاجه الكويسه الوحيده اللي في الكورونا هي فكره ان الفيرتشوال ليرنينج حصل فيه بومينج، والتكنولوجيا نفسها حصل فيها يعني بومينج في الفتره القصيره ديت. واعتقد ان انتوا كلكم فعلا محظوظين، وانا محظوظ برضو، لان الفيرتشوال بلاتفورمز دلوقتي موجوده ومتوفره، والناس فعلا ويلنج ان هي تشرح عليها. فاتمنى يعني ان النهارده تكون الاستفاده كويسه. حاجات بسيطه في الاول هنتكلم عليها. اول حاجه، ان البرزنتيشن ديت معموله ان هي تكون شويه كريفرنس، يعني هي انتروداكشن، في حتة هبقى اتكلم فيها بالتفصيل، في حتة هعدي عليها بسرعة، ولكن انت محتاج ان انت تروح تبص على الحاجات دي تذاكرها. انا هحاول اشرح الحاجات اللي هي ممكن تبقى صعبة شوية انت تفهمها لوحدك، واديك زي مفتاح ازاي يعني تفك الايكويشن بتاعت الفنتليترز دي. دي اول حاجة. تاني حاجة، هي هتعتمد شويه فيها interactions، فانا يعني هحاول دايما ابص على ال questions and answers كل شويه. هبص بعد كل جزء هقول يا جماعه حد عنده اسئله، لو حد عنده اسئله يعمل unmute ويسالني وهرد على الاسئله. فيا ريت يعني ايه تخليكم معايا ويبقى في شويه interactions. ما اعرفش انت هتساعدني في ده يا شريف ولا لا، لو قدرت يمكن لو في مثلا questions جت على اليوتيوب channel قول لي عليها وانا هجاوبها ان شاء الله. تالت حاجه، هناخد بريك في النص بعد يعني بعد ما نخلص تقريبا نص المحاضره، علشان اللي عايز يقوم، اللي عايز يمشي، اللي عايز يجي، اللي عايز يشرب شاي، براحته يعني. ف يعني خليكم برضو ايه فلكسبل، لو تعبتوا او الناس حست ان هي يعني عايزه تاخد بريك قولوا لي. رابع حاجه، انا محتاج اعرف مين عارف ايه وقد ايه. فلو انتوا عملتوا سكاننج للباركود اللي على الشاشه ده، او رحتوا للويب سايت اللي هو www.menti.com واستخدمتوا الكود ده، ويا ريت تعملوه ده دلوقتي. في شويه اسئله كده هتجاوبوا عليها، وعن طريقها هعرف بس ايه يمكن في الاول ايه اللي هعمل عليه شويه فوكسنج، وايه اللي ممكن اعديه، لان ده محتاج اعرفه علشان اعرف قد ايه البيس لاين نوليدج بتاعتكم. فنبتدي بالموضوع ده الاول. فلو انا عملت معلش اشيل دي واحده، عملت شيرنج لي نيو شير، فين هي دي؟ اوكي تمام. في واحد I know Mapleson classification، تمام. يا ريت الباقيين يا جماعه تدونا اجاباتكم عشان اعرف اللي يعني ايه الاخبار. احنا معانا 18 participants، فلو تعرفوا تدخلوا انا هديكم بالظبط دقيقة عشان نشوف الإجابات على الأسئلة. لو في حد عنده مشكلة ان هو يدخل يقول لي، لو الكود مش شغال او الـ
او الويب سايت مش شغال، هو يعني يمكن في فرق في الكود مثلا، فيبقى www.menti.com والكود اهو 8476522. اوكي، 2، تمام. انت ممكن تستخدمه على الـ على الـ على الـ من الـ من التليفون عادي يعني. This can be done over the phone يعني، فممكن عن طريق التليفون او عن طريق الكمبيوتر براحتك يعني. تمام خلاص اوكي، يعني انا هاخد بس ايه يعني اتنين قالوا اوكي ان احنا عارفين مابس الكلاسيفيكيشن، اتمنى الباقيين نبقى عارفينها. في سؤال تاني اللي هي I understand the concept of circle system. برضو هديكوا دقيقة تجاوبوا على السؤال ده. ماشي اوكي. عشان نفتح ده نقفل ده خلاص. اوكي تمام اوكي ماشي. يعني في ناس في ناس لا، فده برضو يديني ايه ان هو يعني هنعدي عليها، هنشرحها بسرعة بس مش ها go يعني in depth فيها. Okay. I understand the CO2 absorption system أو ال concept بتاع ال CO2 absorption. إيه الأخبار؟ هديكوا دقيقة برضو تشوفوها تبصوا عليها. اوكي ماشي تمام خلاص اوكي تمام. انا يعني هحاول الكونسبت ديت، في منها هشرحها بالتفصيل وفي منها همر عليها مره كرام، ولكن هي كونسبتس كلها مهمه جدا ان انتوا تعرفوها. وبالتالي ف يعني لو حتى مريت عليها مره كرام، انتوا محتاجين ان انتوا تدخلوا وتقروها كويس، لان هي يعني دي البيزكس بتاعت الفنتليترز. خلاص نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايه اللي هنكفر النهارده؟ هنكفر شويه، هنتكلم لمده دقيقتين على الميكانكس اوف ريسبيريشن. ليه ده هيوضح في فكره الفنتليترز وانواعها. هنتكلم على كلاسيفيكيشن اوف فنتليترز، وبعد كده هنتكلم ان ديتيلز على السيركل سيستم والباج سكويزرز. ليه الباج سكويزرز؟ يعني لانهم اكتر فنتليترز هتشوفوهم حاليا في اذا كان في مصر او حتى لو اشتغلتوا بره. هم اكتر فنتليترز منتشرين. طبعا النيو فنتليترز اللي احنا هنتكلم برضو عليهم بداوا ينتشروا بصوره اكبر، بالذات مع موضوع الكوفيد ده، لان طبعا المستشفيات بالذات بره يعني بدات تشتري فنتليترز كتيره، والناس بانيكينج يعني لان عشان الفنتليترز وكده. فالنيو فنتليترز هي اللي بدات تنتشر حاليا، بس معظم اللي هتشوفوه غالبا في مصر كمان هو هيبقى الباج سكويزرز. هنتكلم عن نيو فنتليترز، هنتكلم على السيفتي فيتشرز بتاعت الفنتليترز بصفه عامه، هنتكلم على الاذر تايبس اوف فنتليترز والفنتليشن، حاجه اسمها جيت فنتليشن، حاجه اسمها ثرايف، حاجه اسمها الهاي فريكوانسي اوسيليشن فنتليشن. هنتكلم عن الديفرنس ما بين الفنتليتور بتاع الرعايه والفنتليتور بتاع التخدير، واخيرا برضو هنتكلم عن ايه اللي انت عايزه في الفيوتشر فنتليتور. ودي برضو حاجه هتبقى انتراكتيف، ويا ريت ان احنا ايه نساعد بعض وتقولوا لي ارائكم. فنبدا الاول بحاجه بسيطه خالص، هي البيزكس اوف ريسبيريشن. لما انت بتتنفس خلاص، انت عاده يعني لما بتيجي تاخد نفس انت you don't create positive pressure، actually you create negative pressure. تمام، عن طريق ان الدايفراج
الدايفراجم ما اعرفش I hope ان ال معلش شريف هل الماوس بتاعي شايفه؟ لو عملت بوينت شايفه كويس باين. تمام اوكي تمام. فالدايفراجم بينزل لتحت خلاص لما بيكونتراكت خلاص الشيست وول بيطلع لبره وده بيعمل ان اللنجز نفسها بتبقى اكسباندنج. لما اللنجز بتبقى اكسباندنج هي ده بيخلق النيجاتيف بريشر انسايد ذا ثوركس وده اللي بيخلي الانسبيريشن يحصل. الاكسبيريشن ات از ا باسيف بروسيس. يعني ايه باسيف بروسيس؟ يعني انت ما بتعملش حاجه خالص, انت بتريلاكس الدايفراج والماسلز بترجع مكانها تمام واللنج بتريكويل. فالتندنسي بتاعت اللنج اساسا هي تو ريكويل وان هي تبقى حجمها اصغر, وان الشست وول هو اكشلي اللي مخليها تمسك نفسها وما ايه ما تتعملش ريكويل على نفسها. فدي حركه الدايفراج وده حركه الانتركوستال ماسلز تمام. ليه ده مهم؟ مهم لان ده اسمه نيجاتيف بريشر فنتيليشن. نيجاتيف بريشر فنتيليشن معظم الفنتيليشن اللي احنا هنتكلم عنه هو بوزيتيف بريشر فنتيليشن. طب هو النيجاتيف بريشر فنتيليشن ده كان موجود؟ اه كان موجود بس وهنتكلم عنه يعني بصوره بسيطه خالص. ده ايه ده؟ ده المابلسون كلاسيفيكيشن تمام. للناس اللي ما تعرفهاش مابلسون دوت واحد يعني دكتور تخدير قرر ان هو يعمل كلاسيفيكيشن لكل السيركتس اللي كانت موجوده ساعتها. هو عنده حاجه اسمها سيمي اوبن وسيمي كلوزد سيركتس. عملها كلاسيفيكيشن على اساس ايه؟ على اساس حاجتين, الفريش جاس فلو داخل فين تمام. فمكان الجاس الفريش جاس فلو لما بيتغير ده بيغير الكلاسيفيكيشن بتاع المابلسون اوكي. تاني حاجه عملها على الانسبيريشن والاكسبيريشن جايين فين, هل ماشيين مع بعض هل ماشيين عكس بعض. مش هقف عندها كتير بس دي كلاسيفيكيشن شويه قديمه وشويه مهمه لان هي بتتسال كتير قوي في الامتحانات وان هي بتديك بيسك كونسبتس اباوت البوزيتيف بريشر فنتليشن وازاي بيحصل والنيجاتيف بريشر فنتليشن. لان كمان المابلسون كلاسيفيكيشن العيان بتنفس spontaneously ومابلسون شارح ازاي لما بيحصل spontaneous breathing السيركت دي بتبيهيف. من المابلسون سيركت اللي هتشوفها عادة يعني حتى النهارده لسه بتستخدم مابلسون دي للبين سيركت خلاص. وهتشوف الاطفال الايريس تي بيس تمام والجاكسون ريس موديفيكيشن اوف ايريس تي بيس. هم دول الثلاثه تقريبا اللي هتستخدم. السي سيركت بتستخدم بره عاده يعني العالم او اوضه العمليات بتستخدم في ريسوسيتيشن. وحد النهارده بنستخدمها في ريسوسيتيشن في كل حته لما في الاي دي الامرجنسي ديبارتمنت او في الرعايه. المجيل اللي هي المابلسون اي ما اعتقدش ان حد دلوقتي بيستخدمها لكن ممكن تشوفها برضو في حتت في يعني في حتت. انا اعتقد يعني على ما اتذكر ان الاي سي تي في الدمرداش كان في مجيل سيركت كنا بنستخدم مجيل سيركت. يمكن اكون غلطان بس انا بتهيألي احنا كنا بنستخدم مجيل سيركت. كل واحده ليها مميزاتها ليها عيوبها وكل واحده ليها الفريش جاس فلو بتاعها عشان تو بريفنت ري بريذنج. معنى ايه ري بريذنج؟ معنى ان العيان ما يبداش يعني لما ياخد بريث اجين doesn't take his own old breath فما يحصلش ان هو يبريث his own CO2 فيحصل لك accumulation of CO2. فعشان to prevent accumulation of CO2 during spontaneous ventilation or intermittent positive pressure ventilation there are certain flows that you have to يعني apply to these circuits. مش هتكلم كتير عنها هي بس فكرة بسيطة لان ده برضو النهاردة مش موضوعنا قوي. الناس اللي ما تعرفش circle system ده جه بعد مابلسون classification. circle system هو عبارة عن ان العيان هنا اوكي وان الفريش جاس فلو هنا تمام. السيركل سيستم بيودي الفريش جاس فلو للعيان فالعيان يبريذ وبيبدا يكسهيل. علشان ما اخليش الاكسهيل بتاع العيان يدخل في الانسبيراتوري ليم حطيت هنا وان واي فالف
unidirectional valve، يعني ما يخليش أي حاجة ترجع العكس. العيان لما بريث أوت ده بيمشي كده في اللي هو البلو ليمب هنا، تمام، بيروح لحاجة اسمها سي 2 أبزوربر. يعني إيه سي 2 أبزوربر؟ يعني حاجة بتسحب منه الكربون دايكسايد وبتديه تاني للناحية التانية، فمع شوية فريش جاس فلو صغيرين يدخلوا يكملوا بقية السيركت ويرجعوا تاني للعيان. برضو مش هنتكلم عليها باستفاضة دلوقتي، هنتكلم عليها باستفاضة بعدين لما نبدأ نتكلم على الباج سكويزرز. تمام، في شوية كونسبتس كده في الفنتليشن محتاج تعرفهم، لأن هنستخدمهم في أنواع من الفنتليشن. أول حاجة يعني إيه minute ventilation؟ المينيت فنتليشن هو liter per minute، أو يعني اليونت بتاعته liter per minute، هو tidal volume in liters times the respiratory rate. بمعنى آخر لو أنت يعني for example عملت tidal volume 500 ملي يعني نص لتر والrespiratory rate 10، تمام، يبقى نص لتر فيه 10، اوكي، ده اللي يديك المينيت فنتليشن. الانسبيريشن اكسبيريشن ريشيو هو انت دلوقتي عندك البريذنج سايكل عباره عن انسبيريشن واكسبيريشن. احنا قلنا الانسبيريشن عاده بيبقى نيجاتيف لو انت سبونتينيوسلي بريذنج، فيبقى نيجاتيف بريشر باي كريتنج نيجاتيف بريشر، ولو العيان مش سبونتينيوسلي بريذنج وانت هتدي فنتليشن هيبقى بوزيتيف بريشر. فاحنا عايزين نقسم البريدنج سايكل لحتتين، حته انسبيريشن وحته اكسبيريشن. حد قد ايه وقت للانسبيريشن والاكسبيريشن؟ بمعنى اخر لو انا مثلا العيان ده هيتنفس 10 مرات في الدقيقه، خلاص اوكي، يبقى او هات الكالكوليتر عشان ايه تبقى واضح، يبقى 10 مرات في الدقيقه يعني اوكي على 60، يبقى 10 10 breath على 60 ثانية، وده هيديني قد ايه كل breath بيبقى take per second، او يعني ال each breath how many seconds it will last، تمام. وده لو قسمته على 2، تمام، for example يعني هيديني ال IA ratio 1 to 1. يعني ايه؟ يعني هقسم ال breathing cycle لنصها هيبقى inspiration ونصها هيبقى expiration. طيب هو ده اللي بيحصل عادة؟ عادة لا، عادة ان انا بدي الاكسبيريشن وقت اكتر شوية، فيبقى البريذنج يبقى عبارة عن انسبيريشن 1، الاكسبيريشن هديله مرتين ضعف عدد يعني وقت الانسبيريشن. ليه؟ علشان الريكويل بتاع اللانج بياخد وقت اكتر، وعلشان السي او 2 ما يحصلوش اكيميليشن. اوكي؟ اخر حاجة الفلو ريت، وده الفلو بتاع الجاز. الفلو بتاع الجاز دوت يعني ايه؟ يعني اي جاز انت بتستخدمه، اذا كان اير اذا كان اكسجين، بيبقى في حاجة اسمها فلو ميتر اللي انت بتفتحه خلاص، لو كان على الوول او كان لو كان حاجة تانية في الجهاز، يعني لان في اجهزة دلوقتي الكترونيك بتحسبه، بتحطه بتشوفه 1 2 3 4 5 لتر في الدقيقة whatever هو هيبقى ايه. فدي شوية كونسبتس بسيطة خالص وبيزكس خالص بس هنحتاجها. في أسئلة لحد دلوقتي؟ لو في حد عنده أسئلة يا ريت يانميوت ويقول. أنا هعتبر السكوت علامة الرضا، أوكي؟ هنبدأ ندسكس الكلاسيفيكيشن بتاع الفنتليترز عشان أوضح لك بصورة أو أوصلك بصورة أوضح. الفنتليترز عاملين زي العربيات. عادة حاليا في العالم في أربع أنواع من العربيات، يعني في العربيات القديمة اللي هي بتشتغل بالبترول، وفي العربيات اللي هي بتشتغل بالديزل، وفي عربيات حديثة بتشتغل أو حديثة شوية بتشتغل بالغاز، وآخرا أحدث العربيات اللي هي بتشتغل بالكهرباء. في ميكس اند ماتش، يعني في اللي هو بيسموها الهايبريد اللي هي بتشتغل شوية بالبترول شوية بالكهرباء، بس ملناش دعوة بيها، احنا هنتكلم في الأربعة. خليك تاخد الكونسيبت دوت وتحطه في دماغك وتطبقه على الفنتليترز. ليه؟ لان الموضوع هيلخبط منك بعد شويه لما تبدا تشوف انواع فنتليترز كتيره وكل واحد فيهم بيطلع لك يقول لك ده انا بعمل مش عارف فنتليشن بالطريقه الفلانيه، وانا عامل بعمل فنتليشن بالطريقه الفلانيه. هم في الاخر كلهم هم اربع انواع. اما ايه اربع انواع فنتليترز بقى؟ او المود اوف فنتليشنز، خلينا نبقى واضحين في دي. المود اوف فنتليشنز الاساسيين هم المود اوف فنتليشن الاساسيين هم فوليوم مودز وبريشر مودز، خلاص اوكي. يعني انت هتدي فوليوم معين للعيان
او هتدي العيان دوت فوليوم على اساس البريشر، تمام؟ فهتارجت سيرتن فوليوم او هتارجت سيرتن بريشر. خلاص، في حاجتين تانيين يمكن جداد نوعا ما، احدثهم هو مش احدثهم بس يعني الكونسبت الجديد اللي هو الابنيك اوكسجينيشن، هو الكونسبت مش جديد بس هو الاجهزه اللي حواليه جديده شويه، هو الابنيك اوكسجينيشن. خلاص، واللي قبليه شويه كان الاوبن لونج فنتيليشن. خلاص، الاوبن لونج فنتيليشن كونسبت دوت ممكن يعني ايه، يعني هنشرحه شويه في لما نتكلم عن الهاي فريكوانسي اوسيليشن فنتيليشن، والابنيك اوكسجينيشن هنشرحه شويه لما نتكلم عن الجت فنتيليشن والثرايف. بس الاساسيين هم المودز فنتيليشن، هم الفوليوم والبريشر. لو انا العيان عندي كومبليت ريلاكسد، ماسل لاكسنت اخد تمام وما بيتحركش ولا بيعمل اي نفس، تمام، فهيبقى دوت فوليوم كنترول فنتيليشن. تمام، حلو كلام، كلام جميل. يعني حد العيان 500 مللي بير تايدل فوليوم. اوكي، طيب لو العيان برضه في نفس الوضعيه ريلاكسد وما بيتحركش، بس انا مش عايز اتارجت الفوليوم، عايز اتارجت بريشر. اوكي تمام، انا هدي العيان دوت تايدل فوليوم على حسب ما البريشر هيجي. في معنى اخر، انا مثلا حسيت البريشر ل 20، فالمكنه او الماشين الفنتليتر هتدي العيان تايدل فوليوم لحد ما يوصل بريشر. خلينا احنا بنتكلم في بيزك كونسبتس، خلاص، لحد ما يوصل pressure inside the lung ل 20 وبعدين ينفصل. طيب الفوليوم بقى اللي وصل 100 200 300 المكنه ملهاش دعوه، مكنه وصلت لبريشر معين بعدين فصلت، تمام. ومن التو فوليومز دول هتبدا الشركات تعمل مودز اوف فنتليشن مختلفه. يعني ايه؟ طب انا لو العيان عندي بشويه بسبونتينيسلي بريذ وانا عايز اساعده في النص، اعمل ايه؟ قال لك ايه، اعمل اس ام في. يعني ايه؟ يعني العيان هيبقى يعني لما يبدا ياخد نفس الفنتليتر هيحس بيه، تمام، ومش هيديله نفس، هيبقى سينكرونايز مع العيان، هيبقى في سينكروني ما بين الماشين وبين العيان فيسيبه ياخد نفس اللي هو عايزه. طب لو انا عايز اعمل على كده على البريشر، عادي، يبقى سينكرونايز بريشر فنتليشن، تمام. طيب لو انا عايز اخلي العيان سبونتينيوس بريدنج بس واساعده بس في ايه، لما ياخد بريث، خلاص، يبقى في حاجه اسمها assisted spontaneous breathing. يعني لما ياخد breath هبقى اديله ايه كده زقه. كل المودز ديت كلها طالعه من التو مودز اللي هم الفوليوم مود والبريشر مود. كل شركه بتطلع فنتليتر بتحب تعمل لنفسها يعني شكل في الماركت، فبتعمل بتدي بتطلع مود اوف فنتليشن نابع من التو مودز دول وتعمل له اسم. فما تتلخبطش بين الاسماء، لان هم في الاخر كلهم لا اما فوليوم تارجت لا اما pressure target، مع ان احنا هنحط شويه سيفتي فيتشرز. يعني ايه؟ يعني ما ينفعش مثلا ادي العيان مثلا ايه، لو انا هدي العيان مثلا 500 مللي تمام تايدل فوليوم، لما العيان يبدا لما الماشين تبدا تدي العيان 500 مللي تايدل فوليوم والبريشر يبقى مثلا 40، فلو الماشين بدات تبوش اجينست العيان جامد فده ممكن يعمل تروما لللنج، فالماشين تقول لك لا، يبقى احنا هنحط فيتشر ان ايه، لو مثلا البريشر وصل لحد كذا انت هتحطه في الماشين، يعني هتبروجرام تقول لها مثلا يا ماشين هتدي العيان تايدل فوليوم 500 مللي، بس لو البريشر وصل لحد 25 توقفي وتديني الارم. كذلك فين في بريشر كنترول، يعني ايه؟ يعني هتقول للماشين يا ماشين هتدي العيان بريشر لحد 25، لو تايدل فوليوم زاد مثلا عن 500 مللي وقفي ويديني الر. ده in very يعني very summarized very brief description of modes of ventilation. انا مش هدخل deeper than that، ما عدا في الopen lung ventilation هنتكلم عليها شويه وفي الapneic oxygenation هنتكلم عليها شويه، لان المودز اوف ventilation ديت محتاجه لوحدها lecture. هننتقل بعد كده classification of ventilation او ventilators. تمام، احنا اتكلمنا عن نيجاتيف بريشر فنتيليشن اللي هو لما العيان بياخد بريث، تمام، والنيجاتيف بريشر كريتد باي ذا ثوركس هو اللي بيخلي هو درايفنج فورس لان البريث يدخل جوه. النوع الثاني هو البوزيتيف بريشر فنتيليشن اللي احنا كلنا متعودين عليه، العيان بينام بيبقى ريلاكسد، احنا بندي له فنتيليشن عن طريق الفنتيليتور، الفنتيليتور بيدي له نفس. طيب
هو النيجاتيف بريشر فنتليشن ده لسه موجود؟ مش موجود قوي. النيجاتيف بريشر فنتليشن دوت بدا يمكن 1800 يعني 1876 مع ال وباء البوليو، ولحد وقت قريب يمكن ودي يعني كان صوره مشهوره جدا في المستشفيات، ان عينين اللي هو بتوع البوليو بيدخلوا جوه البوكس ده، والبوكس ده بيخلق جواه نيجاتيف بريشر. لو انت شايف هنا في سيل حوالين النك، تمام، والبوكس مقفول من تحت، فبيبقى في سيل جوه البوكس فبيخلق جواه فاكيوم، فيبدا الفاكيوم دوت يعني سيميليت فكره الجسم، هو بيخلق نيجاتيف بريشر، وعلشان النيجاتيف بريشر دوت بيقوم خالق جوه فاكيوم، فالعيان يقدر يبريز من بقه من مناخيره. لحد قريب ده كان اخر يعني، في لسه يعني اعتقد ان هم دلوقتي يعني توفوا، ده يمكن واحد من اخر العيانين كان عندهم بوليو، كان لسه عندهم النيجاتيف بريشر فنتليتر. ولو تاخدوا بالكم ده في البيت، يعني هو ما بيقعدش فيه طول النهار، هو بيقعد فيه مثلا حوالي 4-5-6 ساعات علشان يساعده علشان ياخد جود تايدل فوليومز، عشان يعني he doesn't accumulate secretion we develop chest infection on top of it. يمكن الصوره دي متاخده يمكن الفينات، بس يمكن ما تقليش ان في حد منهم عايش دلوقتي، الله اعلم، بس يعني there were few people who still had the negative pressure ventilator at home. وكده هنقفل على negative pressure ventilation. نرجع على ال positive pressure ventilation. طب احنا جوه الماشينز بقى اللي احنا عندنا دي الكتير قوي اللي احنا شفناها واللي بنشوفها واللي هنشوفها، هنقدر نقسمهم ازاي؟ هنقدر نقسمهم according to four things. The first one is the inspiratory to expiratory cycling mechanism. تاني حاجة الـ powering mechanism. تالت حاجة الـ inspiratory driving mechanism. ورابع حاجة الـ alternative modes of ventilation. خلاص؟ هنشرح كل واحدة. ياريت لو حد مش فاهم برضو لإما يكتب لنا على الـ Q&A، لإما يقول لي يعني يأنميوت ويقول لي أنا مش فاهم الحتة دي، لو سمحت أعيدها تاني. الـ inspiratory to expiratory cycling mechanism احنا شرحناها، actually هي فكرة السايكلينج ما بين الـ inspiration والـ expiration، امتى الـ ventilator هيوقف ان هو يدي العيان breath. فاحنا كلمنا عن ان احنا لإما ان target certain volume، يعني حد العيان 500 ملي تايدل فوليوم per breath. اوكي، انا ما بتكلمش على respiratory rate خالص دلوقتي، انا بتكلم بس عن التايدل فوليوم. فالماشين يقوم مدي العيان 500 ملي وبعدين يوقف، اول ما نوقف خلاص يبقى في الاكسبيريشن يحصل، او ان هو يبقى بريشر سايكلينج. يعني ايه بريشر سايكلينج؟ يعني برضو الماشين هتدي العيان تايد اوف فوليوم لحد ما يريتش سيرتن بريشر انسايد ذا لانجز، وبعدين يوقف وبعدين الاكسبيريشن يحصل. اخيرا تايم سايكلينج. يعني ايه تايم سايكلينج؟ يعني لو انا ظبطت الانسبيراتوري والاكسبيراتوري ريشيو، لو انا ظبطت التايم اوف انسبيريشن والتايم اوف اكسبيريشن، فيبقى مثلا الدقيقه كلها هتتقسم مثلا على 10 بريث، والاي ريشيو 1 ل 2، فيقوم مقسم الدقيقه اكوردنج للنمبر اوف بريث، ويقسم ايتش بريث لريشيو 1 تو 2. يبقى الريشيو 1 دوت الانسبيريشن وريشيو 2 ده فور اكسبيريشن، وبالتالي يبقى ده تايم سايكلد. طيب هو شكلهم عامل ازاي؟ شكلهم عامل كده، بالذات ده الفوليوم والبريشر مود. يعني ايه؟ يعني انت بتاخد الفنتليتور يدي فوليوم لحد ما نوصل لهنا بيك، وبعدين يوقف يحصل اكسبيريشن، وكذلك في البريشر. ليه الجرافس مختلفه ما بينهم؟ ده علشان الميكانكس بتاعت الفنتليتور نفسها والميكانكس بتاعت اللانج، وده برضو موضوع تاني مش موضوعنا النهارده. طيب قالك طب هو انا لو انا ظبطت يعني ظبطت كده، هل انا كده متحكم في النمبر اوف بريث؟ لا، مش متحكم في النمبر اوف بريث، لان انا هدي العيان ايه؟ هدي العيان 500 مل، تمام؟ او ما يريتش ده يوقف يقوم بدا اكسبيريشن، 500 مل يوقف يكمل. طب انا لو عايز اتحكم في التايم، يعني انا عايز اعمل ميكسنج ما بين الفوليوم والبريشر وكمان اتحكم في التايم، يبقى التايم سايكلد كمان. قال لك ماشي، هنحط في النص بوز، فاول ما يطلع يريتش الفوليوم
يقوم الفلو واقف، تمام؟ بس مش هيقف بمعنى يقف يقطع، لا، هيعمل بلاتو وبعد شويه يقوم نازل. طب البلاتو دوت الانسبيراتوري بوز ديت دي على اساس ايه؟ دي على اساس التايم اللي انا هحطه. يعني كل ما يبقى التايم اللي انا حطيته يعني فور اكزامبل 10 بريث، يبقى الانسبيراتوري بوز دي هتبقى اكبر شويه. حطيت 14 ده هيقل، 20 ده هيقل، 25 ده هيقل، تمام؟ لحد ما توصل لمرحله ان انت ما عندكش بوز. بس طبعا ده يعني اكشن ما بيحصلش، موستلي انت هيبقى عندك بوز ات سيرتن بوينت. لحد دلوقتي الكلام ده مفهوم ولا فيه اي مشاكل؟ برضو ارجع عيد تاني اقول يا جماعه اللي عايز يسال اي سؤال يانميوت ويقول. تمام، سكوت علامه الرضا. في تمام، اوكي، في حاجه في الشات؟ تمام، اوكي. نرجع للطريقه الثانيه في التقسيم، هو الباورنج ميكانيزم. يعني ايه باورنج ميكانيزم؟ او الفنتيلتر ده شغال بايه من الاخر؟ سمبل از ذات. الفنتيلتر ده شغال بالكهرباء بس. يعني ايه؟ يعني هي الباور، الكهرباء هي اللي هتدرايف الفنتيليشن، وهي كمان اللي هتدرايف الكنترولز. يعني ايه كنترولز؟ النوبز اللي انت بتحرك، الارقام اللي انت بتحطها. هل ده هي يعني زي كده كمبيوتر بتحط فيه ارقام، ولا انت زي كده نوب كده بتغيرها يمين وشمال؟ وهل ديت متوصله جوه مايكرو بروسيسور ولا متوصله بميكانيكال ميكانيزم؟ فده الكتريك دوت لوحده، او نيوماتيك. يعني ايه نيوماتيك؟ يعني درايفنج جاس، يعني الاكسجين اللي واصل والاير اللي واصل من الحيطه هو ده اللي هيدرايف الفنتيليشن. يعني ايه؟ يعني مش محتاج كهرباء؟ لا، حضرتك مش محتاج كهرباء. يعني هو كله ميكانيكال؟ هو كله ميكانيك. وانا هتحكم في الحاجات ازاي؟ هتحكم في الحاجات ان انت هيبقى فيه نوبس كده، تمام، دايلز هتقوم محركها، والدايل ذات جوه الماشين نفسها هيبقى فيه ميكانيكال ميكانيزمز علشان تغير الايه السيتنجز اللي انت عايزها. وحاليا اللي هو منتشر واعتقد يعني اللي هو في كل حته، اللي هو الميكسد نيوماتيكلي دريفن الكتريكلي كنترول، اللي هو ايه؟ ان هو انا محتاج جاز علشان هما زي الباج سكويزرز، انا محتاج جاز علشان ادرايف الفنتيليشن. يعني معنى اخر، لو الاكسجين قطع، لو الاير قطع، انا مش هقدر اشتغل as a ventilator. بس انا برضو محتاج كهرباء علشان انت السيتنجز اللي هتغيرها ديت معتمد على مايكرو بروسيسور، والسنسورز اللي حاططها ديت معتمده على مايكرو بروسيسورز، فانا محتاج كهرباء عشان اظبط نفسي جوايا، ومحتاج جاز كمان. طيب هو ايه اللي حاليا دلوقتي موجود في السوق؟ هو اللي حاليا موجود في السوق غالبا يعني ما تستغربوش، بس انا مثلا البيور نيوماتيكلي دريفن اند كنترول دوت خلاص، ده انا شفته ايام النيابه في حته، وحتى ما كانش عندنا، يعني يمكن كان في الدمرداش بس انا ما شفتوش، بس يعني انا شفته بره الدمرداش، وشفته السنه دي لما اشتغلت، بدات اشتغل في المستشفى الجديده اللي انا شغال فيها، في بعض اوض عمليات، لان في نظام في انجلترا هو فكره ان الاوضه العمليات بيبقى فيها جهاز محترم للبنج، وفي حاجه اسمها الاناستيك روم. الاناستيك روم بيحطوا اي جهاز، بعد ما بتخدر العيان في الاناستيك روم بتعمل له ويلنج ان للايه للاوبريتنج ثيتر، هما الاثنين بيبقوا لازقين في بعض يعني الباب يعني. فعاده يعني في الاناستيك روم دوت اي حاجه تقضي يعني. ففي المستشفى اللي اشتغلت فيها يعني في جهاز عتيق هنشوفه دلوقتي، اللي هو يعني هوريه لكم، وهو جهاز كله عباره عن نيوماتيكلي كنترول. لكن عاده الاجهزه الحاليه الموجوده لا اما هتبقى بيور الكتريكلي دريفن اند كنترول، لا اما ميكست نيوماتيكلي دريفن اند الكتريك كنترول، اللي هو زي الباج سكويزرز. طيب ديت تاني طريقه اللي احنا نقسم بيها ايه الفنتيليترز. يبقى احنا عندنا اول طريقه اكوردنج للسايكلينج ما بين الانسبيريشن والاكسبيريشن، تاني طريقه عن طريق الباورنج ميكانيزم، ودي تالت طريقه اللي احنا هنتكلم عليها. ده بالمناسبه ده هو اللي هو ده اللي هو البنلون نافيلد 2000 فنتيليتر دوت، هو الماشين اللي انا شفتها في الاناستاتيك روم بتاعتنا يعني. ده لو انتوا يعني شايفين هنا، انتوا بتكنترول حاجات معينه هنا، الاكسبيراتوري تايم والانسبيراتوري تايم عن طريق دوت هتكنترول، والفلو عن طريق ده هتكنترول التايدال فوليوم، وهتكنترول الريسبيراتوري ريت.
خلاص. ودوت يمكن شفتوه في اماكن او انا شفته في اماكن زمان خالص، ما قلتليش انه ده موجود، بس هو ده المانلي فنتليتر. وده اعتقد يعني اللي هو المانلي بليس فنتليتر، وده اعتقد ان هو يعني ما بقاش موجود، هو طبعا ما بقاش ينتج، بس موجود او مش موجود في اماكن الله اعلم بقى. فلو انا مثلا هستخدم النافيل دوت، وده زي ما بقول نيوماتيكلي كنترولد، وكمان الدرايفنج جاس هو اللي بيعمل الفنتليشن، فانا هعمل ايه؟ انا مثلا عايز ادي العيان مثلا 0.25 لتر بير سكند، والانسبيراتوري تايم هيبقى 2 سكندز، والاكسبيراتوري تايم يبقى 4 سكندز. سو 1 انسبيريشن على الاكسبيريشن سايكل بتاخد حوالي 60 ثواني، بمعنى اخر يعني ال 60 ثانيه اللي في الدقيقه لو قسمتهم على 6 يبقى 10 بريث بير مينيت. فلو انا اتحكمت في ده واتحكمت في الاكسبيراتوري تايم الناحيه دي خلاص، يبقى انا كده اتحكمت في ايه؟ يبقى اتحكمت في البريث بير مينيت. طيب امال الفلو ده عشان اتحكم ايه؟ عشان اتحكم في التايدل فوليوم، بمعنى اخر لو انا عملت 0.25 يعني ربع لتر في الثانيه، وانا عارف الانسبيريشن بتاعي بياخد ثانيتين، يبقى انا بدي العيان دوت 0.5 لتر بير انسبيريشن، يعني اني حوالي 500 مل بير انسبيريشن تايدل فوليوم. وده زي ما قلت لكم يعني احنا عاده يعني في الاناستيك روم انت بتقعد وقت كتير، بس عقبال ما بتخض العيان وبتمشي. ده هل العيان ده ينفع سبونتينيسلي بريد عليه؟ لا ما ينفعش، عشان كده عاده بنستخدم البين سيركت اللي موجوده او السي سيركت علشان عقبال ما ننيم العيان وندخل بيه الاوضه العمليات. يعني حاليا دلوقتي بقى يعني ما اعتقدش ان هي النفي بدات يعني البانل سوري ما بقاش ينتجوا يعني. الميكسد نيوماتيكلي دريفن الكتريكلي كنترولد هما اللي هنتكلم عليهم بالتفصيل، بالذات الباج سكويزرز ده. بس اتنين مهمين قوي اللي هما الاوكسيلوج فنتليترز، وواحد منهم الاوكسيلوج 1000 والاوكسيلوج 3000. الاثنين دول يعني بيبقوا هما اللي تقريبا اللي موجودين في انجلترا، علشان هما بورتبل وتقريبا ضد المايه ضد النار يعني ضد الرصاص. انا ياما وقعت اوكسيلوج 3000 وقبليه الاوكسيلوج 1000 ده، لان هما يعني فيري فيري افيشنت في موضوع الترانسفير اوف بيشنتس. هنا دوت اخر يعني مش اخر بس هو يعني احدث من ده طبعا، تمام. ده في بطاريه بتتشحن بتاخده وترانسفير بيه العيان ده عادي خلاص، بتحط فيه تايدال فوليوم، بتحط فيه ريسبيراتوري، بتحط فيه الفراكشن اوف انسبايرد اوكسجين، عايز العيان يبقى على قد ايه. كذلك ده برضو ميكس نيوماتيكلي دريفن الكتريك كنترول، يعني ايه؟ الدايل ذات بيبقى فيها جوه مايكرو بروسيسورز خلاص بتقول لك الدنيا عامله ازاي، والحاجات ديت هنا النوبز دي والبالبز دي بتبقى عباره عن الارمات وعباره عن بتفلاش لما بيحصل في الارم. ده الباج ان بوتل او الباج سكويزر، وده اللي هنتكلم عليه بالتفصيل. فتالت يبقى احنا خدنا السايكل ما بين الاسبيريشن والاكسبيريشن، عرفنا الدرايفنج جاس تمام، وبعدين تالت حاجه هي الانسبيراتوري درايفنج ميكانيزم. الانسبيراتوري درايفنج ميكانيزم دي بقى بتفرق من فنتليتور لفنتليتور. ففي حاجه اسمها المينت فوليوم ديفايدرز خلاص، زي المانلي فنتليتور وده مش هتكلم عنه. الباج سكويزز زي الاوميدا ودي هنتكلم عنها بالتفصيل. الكونستنت فلو جنريترز زي اللي احنا شفناهم زي البانلون نافيلد والاوكسيلوج. الميكانيكال ثومز وده بتستخدم في النيو نيتس، وعاده يعني دلوقتي ما بقاش حد يستخدمها قوي. لو رجعت هي دي يعني حاجه زي كده، هو بيبقى عباره عن يعني فيري سمول كده فالف بتحط بطريقه معينه وبيستخدم في النيونيتس او البيدياتريك انستيزيا. هنتكلم عن الجيت فنتليشن، يمكن هنتكلم عن الجيت فنتليشن بشويه بالتفصيل، واخر حاجه هنتكلم عن الاوسيليشن فنتليشن بريفلي يعني، لان برضو الاوسيليترز ما بقوش يستخدموا يعني بكثره على الاطلاق. طيب
سريعا هنقول ايه الكونستنت فلو جنريترز. الكونستنت فلو جنريترز هم ببساطه اللي هو يعني الاوكسلوج 1000 دوت اكزامبل منه. تمام، هو الفكره كلها ان هو بيدخل الفلو تمام هاي بريشر اكسجين خلاص عن طريق بقى السلندر عن طريق الاكسجين في الحيطه، بيدخل عن طريق نوبز هنا انت بتكنترول السيتنجز بتاعتك. تمام، بيحصل فيه ان في فالفز معينه بتقلل البريشر دوت عشان ما يدخلش العيان اندر هاي بريشر. وفي هنا في الحته ديت كده مكان لو الامبيانت اير يدخل ليه، علشان حاجتين. اول حاجه عشان اميكس الاكسجين مع الاير فاتحكم في الفراكشن اوف انسبايرد اكسجين، وكمان لهو العيان سوري لو الاكسجين خلص العيان ما يموتش فيبقى اقل اكسجين انا ممكن اديه العيان هو 21% اللي هو الاير. في هنا هيبقى بوردن جيج بريشر، بوردن بريشر جيج هيتحكم برضه هيقول لي ايه الاخبار البريشر اللي رايح العيان قد ايه. وبالتالي هو فيري سمبل فنتليتر وهو فيري efficient في بالذات فكره الايه فكره الترانسفير اوف patients from one place to another. يعني ايه constant flow؟ يعني هدخل flow لحد حته معينه وبعدين او ما الوقت دوت او على حسب ما انا اظبطه الفوليوم ده يبقى راح للعيان الفلو هيقف بس. ودي الطريقه اللي بتحكم فيها بالفلو او القطاع الفوليوم اللي رايح للعيان. الباج سكويزر دي اللي هنقضي فيها يعني يمكن معظم يمكن 20 مينتس اللي جايين يعني، ودي اللي عايزكم تفهموها كويس لان هي دي معظم الفنتليترز اللي انتوا هتشوفوها. بس قبل ما اتنقل اسال في حد عنده اي اسئله سو فار؟ يبقى احنا قسمنا الفنتليترز اكوردنج لي لحد دلوقتي لي الانسبيريشن تو اكسبيريشن سايكلينج. تمام، نرجع نبص عليها ثانيه بسرعه. الباورنج ميكانيزم خلاص اوكي، الانسبيراتوري درايفنج ميكانيزمز، الالتيرناتيف مودز اوف فنتليشن احنا اتكلمنا عليها في الاخر، بس هما الثلاثه دول احنا بنتكلم عليهم دلوقتي. اوكي، اتكلمنا عن ازاي بتارجت هنا فوليوم او بريشر او تايم، اتكلمنا ان هو في الكتريك ونيوماتيكلي دريفن بيور او ميكست، وبعدين الاسبيراتوري درايفنج ميكانيزم اتكلمنا ان في كذا واحد فيهم وهنتكلم اكتر على معلش يا فيدي في اتفضل يا محمد. في حد بيسال على ان عايزك تعيد الكونستنت فلو اجين. تمام حاضر من عينيا ماشي. الكونسبت بتاع الكونستنت فلو دوت كونسبت بسيط جدا. بمعنى انا عندي فور اكزامبل تمام لو الناس شايفه هنا دوت عندي ده يعني الفلو هيجي من الاكسجين السلندر او الوول ماشي كده. سيبك من كل الكلام ده، سيبك من كل الحتت الصغيره دي، هيروح لي العيان فاكني حطيت العيان في بق الاكسجين خلاص اوكي. هل ينفع ده؟ مش هينفع ده. ليه؟ لان ده طالع اندر هاي بريشر. فاول حاجه هعملها ايه؟ هحط حاجات في الفنتليتر تخليني البريشر اللي رايح للعيان دوت بريشر قليل عشان ما اعملش تروما للعيان. سمبل تمام. طيب لو انا حطيت الاكسجين في بق العيان وما كانش فيه اي ميكانيزم ان هو يوقف الفلو، يعني ايه فتحت فلو ميتر 2 3 لتر وحطيته في بق العيان يبقى انا هيفرقع برضه. تمام، طيب هو انا ممكن اوقف الفلو عن طريق ميكانيكال ميكانيزم ممكن او موقف الفلو في حته معينه او موقف الفلو عن طريق ميكانيكال ميكانيزم. تمام قوم قال لك طيب خلاص اوكي ما دام انا عن طريق الميكانيكال ميكانيزم بعرف اوقف الفلو، طب ايه رايكم ما انا اكنترول كميه الفلو اللي داخل العيان؟ ففور اكزامبل لو انا مثلا عندي فلو جوينج ات، فكر كده في الفلو ميتر اللي انت بتفتحه تمام بوينت مثلا ليتس سي لتر بير مينيت خلاص لتر بير مينيت. طيب انا هقول ان انا عندي ميكانيزم يوقف الفلو وانس ات هاز ريتش 0.5 لتر بير مينيت العيان، فيبقى الفلو جاي كده تا 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 رايح العيان، اول ما يوصل
500 مللي نص لتر يقوم الفلو واقف. طب والباقي ده هيطلع فيه؟ هيطلع في الهواء. يعني الباقي ده باقي الفلو ده هيطلع في الهواء، مالناش دعوه بيه. خلاص؟ وبالتالي فانا قدرت اتحكم في التايدل فوليوم رايح للعيان. يبقى انا العيان ده هو التايدل فوليوم عباره عن ايه؟ التايدل فوليوم عباره عن لتر في المينت او ملي لتر، سوري لتر بير لتر بير بريث او ملي لتر بير بريث. فانت عندك عيان بياخد مثلا 500 مل او بياخد 600 مل. فانا عن طريق ميكانيزم، ميكانيكال ميكانيزم، مش هدخل في الديتيلز بتاعته لان كل فنتليتر مختلف عن الثاني، بس هي الفكره كلها في كده، ان انا عن طريق ميكانيزم بقوم عامل ايه؟ الفلو يدخل او ما اوصل مثلا ل 600 مللي دخل العيان اقوم قاطع الفلو والباقي يطلع بره. تمام؟ تمام. العيان انا بعمل سايكلينج، يعني ايه؟ بدي مثلا زي ما قلنا ثانيتين للانسبيريشن وست ثواني للاكسبيريشن، فيبدا ايه؟ فبدل ما الفلو كله يدخل في مثلا ثانيه يبقى هخلي الفلو عن طريق برضه ميكانيزم معين يدخل لي في ثانيتين، يبقى 600 مللي دول يدخلوا في ثانيتين. اول ما 600 مللي دول يدخلوا في ثانيتين اقوم قاطع الفلو، اقطع لمده قد ايه؟ لمده 4 ثواني عشان يحصل اكسبيريشن. وبعدين بعد الاربع ثواني دول يحصل ايه؟ الفلو يبقى فاتح ثاني وكذلك. ده very simple explanation of the flow dividers. زي ما قلت الميكانيزم نفسه اللي بيعمل ال division of flow اللي بيبقى مختلف ما بين ventilator للتاني. ال pressure ليه العيان دوت يعني، او ازاي العيان ال pressure بيقل عشان يدخل العيان قليل، بيبقى في حاجه اسمها pressure limiting valves. يعني ايه؟ بيبقى في حاجه اسمها flow restrictors او pressure limiting valves بتقلل ال pressure بتاع الفلو اللي رايح للعيان. وضحت كده يا جماعه؟ ابص على الشات في حاجه. everything is fine gone. طيب كده ماشي. اسلام، اسلام كده وضحت؟ انا بشرح كونسبتس كويس يعني، ما تدخلش في ديتيلز بتاعت each ventilator لان هو تمام كويس، لان each ventilator هيبقى مختلف. هنتكلم بقى يعني in details عن الفلو، عن الباج سكويزرز. دول اللي هتلاقيهم في معظم الفنتليترز اللي انت بشفتهم، واللي يعني لو ما تلاقي، لما تلاقي حاجه زي كده، لما تلاقي حاجه زي كده اعرف ان ده باج سكويزر. تمام؟ اوكي. في فنتليترز جديده حاطين ده بس علشان ال ان الانيستست بيبقوا حابين ان هم يبقوا يشوفوا الباج، لكن هم اكشلي نون فانكشنينج. لكن معظم ال يعني ده اوميدا ماشين دي هتلاقيها مثلا، او الجنرال الكتريك مثلا هتلاقي فيها ان في فعلا بيستخدموا الباج سكويزنج ميكانيزم. نبدا بقى من الاول خالص، نبدا من السيركل سيستم. احنا عرفنا ان في حاجه اسمها سيركل سيستم، وان السيركل سيستم هو عباره عن ان الفلو بيجي بيدخل العيان. في هنا حاجه اسمها انسبيراتوري وان واي فالف. يعني ايه؟ يعني دوت وان واي فالف، ما ينفعش ان الفلو يمشي عكسه، يمشي في اتجاه العكس. بيدخل العيان، العيان بياخد او بريث اذا كان سبونتينيسلي، او بديله انا بريث. تمام؟ ان انا عن طريق اللي انا اسكويز الباك دي، ويطلع من الناحيه الثانيه على الاكسبيراتوري فالف خلاص ويمشي كده، وكذلك يحصل الدوره دي. فده يبقى اسمه السيركل سيستم. تمام؟ وانا عندي الباج بتاعتي اللطيفه ديت اللي احنا كلنا عارفينها، الجرين باج، اللي بقعد اعمل لها ايه؟ سكويزنج. دوت سمبل سيركل سيستم. تمام. لو حصل الكلام دوت اكشلي الباج دي هتفرقع. ليه؟ لان انا عندي كونستنت فلو هنا بيرمي على السيركل دي، والعيان ليه ليميت، هياخد مثلا 500 مللي ويكسباير الباقي. طيب تطلع يوم الباج، الباقي ده هيروح فين؟ ما هو ما فيش حته يروح منها في حته، لان ده يوني دايركشنال فالف وده يوني دايركشنال فالف. تمام؟ هيبقى هيتجمع فين؟ هيتجمع في الباج. بتاعت الباج بتكبر تكبر تكبر لحد ما تفرقع. فالناس قالت لك طب يا جماعه ما ينفعش نخلي الباج تفرقع او نخلي العيان يفرقع، لان برده ما البريشر هيعلى هنا، هيعلى في العيان، مش هيعلى في العيان اكشلي، لان دوت ايه؟ وان واي فالف. تمام؟ طب قال لك طيب خلاص ما دام يعني مش عايزين نفرقع على الباج، طب ما نحط حاجه تعمل ريليس للاكسترا فلو ده. خلاص قال لك تمام، عشان نحمي الباج تمام ونحمي السيركت دي كلها من ان هي تبوظ، هنحط حاجه اسمها الاي بي ال فالف او الايه، دي واحده ثانيه،
الاكسبيرت بقى الدكتور لو تشرح اللي انا عند الاكزوست فالف اند ان كارت في بريشر ليميتنج فالف. تمام اوكي. وهو انا بشرح البريشر ليميتنج فالف تمام هنا دوت اللي هو الاي بي ال فالف اير واي بريشر ليميتنج فالف. يعني ايه اير واي بريشر ليميتنج فالف؟ عشان انا ما اعملش اي ضرر للعيان، لان ات سم بوينت لو انا فعلا البريشر ده عالي جدا 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 الفالف ده ممكن يبوظ وممكن يدخل على العيان خلاص، واول باك تفرقع. فانا هحط حاجه اسمها اير واي بريشر ليميتنج فالف. انا اير واي بريشر ليميتنج فالف ده مش اجين برضو مش هتكلم عن الديتيلز بتاعت الفالف نفسها، لان برضو الفالف ديت برضو محاضره لوحدها انواعها والميكانيزم بتاعها. بس هو عباره عن فالف بتحط انت بتسكرو تمام وبتتحكم في البريشر بتاع الفالف. ات سيرتن بريشر لما يتجمع البريشر دوت في السيركت الفالف ده هيفتح وهيعمل ايه؟ هيطلع زي بالظبط الاكزوست زي الشكمان بتاع العربيه تمام، هيطلع بقيه الجاس بره اللي هو فوق طاقه السيركت ان هي تتحمل. مين اللي هيتحكم في الفالف ده؟ حضرتك. يعني انا ممكن اقفله خالص، ممكن تقفله خالص، ولو رحت جهاز التخدير وشفت السيركت تمام وقفلت الفالف تمام هتلاقي الباك بتكبر تمام. طيب لو فتحته خالص، لو فتحته خالص كل الفلو اللي جاي هنا هيدخل العيان، العيان هيبريث اوت تمام، هيطلع هنا هيقوم طالع بره، مفيش حاجه هتدخل ايه في الباك. فعملنا الاي اللي هو الاي بي ال فالف اللي هو الاير واي بريشر ليميتنج فالف او بريشر ليميتنج فالف. كده الامور واضحه لحد دلوقتي؟ واضحه؟ اي اسئله يا جماعه؟ تمام اعتقد يعني ايه تمام اوكي كويس. طيب قال لك طب يا جماعه كده احنا يعني ايه احنا كده ويستفول قوي وقاعدين نرمي غاز بره والفلو بتاعنا كده يعني ايه يعني قد كده، وطب يعني والراجل دوت بيبريث ويطلع سي او 2 واحنا مش عارفين ايه اللي قد ايه بنطلع بره وقد ايه بيدخل في الباج، والراجل دوت لو طب يعني هو ممكن يبريث تاني سي او 2. خلاص 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 ما نعملش مشاكل تمام، ونحط حاجه تي ابزورب السي او 2 ده علشان اي حاجه راجعه للعيان تاني ما يبقاش فيها سي او 2. فجبنا كانستر حطينا فيها حاجه اسمها سودا لاين، حاجه بتابزورب السي او 2، بتمسكها بتتفاعل معاها بصوره معينه وتمسكها، ولما التفاعل دوت بيحصل بينتج عنه ان الصودا لايم دي بتبدا تغير لونها. هم المانيفاكتشرز عاملينها كده ان هي لما بتتفاعل مع السي او 2 بتبدا تغير لونها. لو سبت الفالف كلوز البيشنت هيجيت هارم. ليه؟ لان انت عندك الفالفز دي كلها يعني ليها سعه، فانت لو انت حتى عندك الاكسبيراتوري فالف ده ويوني دايركشن فالف لو البريشر هنا زاد قوي 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 الفالف ده هيبوظ، يعني الفالف ده في الاخر هيبوظ، هيبقى هيطلع العيان على طول. بس غير كده ما تنساش ان انت هنا عندك كونستنت فلو، عندك كونستنت فلو رايح العيان، كونستنت فلو رايح العيان تمام اوكي. فالعيان لو انت برضو سايب ده تمام اوكي البريشر جوه السيركت هيعلى جامد جدا. بس يعني ايفنشن ممكن عن يبقى هام، لكن يعني هو في فيتشرز سيفتي فيتشرز هنتكلم عنها، يعني هنتكلم عنها ان اساسا الاي بي ال فالف دوت هيفتح غصب عنك عند سيرتن بريشر تمام، علشان ما يعملش هارم للعيان. يعني هو كل الاي بي ال فالفز اللي في الدنيا دي كلها معموله ان هي تفتح ات سيرتن بريشر علشان doesn't harm the patient. تمام. لما يكون مقفول يعني يبقى الماكسيمم ده لما يكون مقفول يعني ايه؟ يعني على 70 زي ما انت قلت على 70، والزيرو اللي هو مفتوح خالص، لان دوت انت الفكره ان ده بيقيس البريشر جوه السيركت، يعني او ال 70 ديت يعني اكنها هي بريشر جوه السيركت. اوكي تمام. خلينا بس ايه يعني
ممكن ده وممكن ده في الوقت الحالي، سبونتينيوس بريذنج وميكانيكال فنتليشن. لان الميكانيكال فنتليشن انت هتعمل ايه؟ العيان ده ما بتنفس، انت هتعمل ايه؟ انت شايف الباج الجرين دي، انت هتاخد نفس العيان، يعني هتعمل ايه؟ هتفنتليت العيان، هتسكويز الباج، ولما تسكويز الباج ده هيدخل للعيان. As simple as that. خلينا واحده واحده وهنفهم الباك ديت ممكن يعني ايه اللي هيحصل فيها، والحته دي كلها دي ايه اللي هيحصل فيها. بس دلوقتي احنا ميكانيكال فنتليشن او ان العيان دوت بريذنج سبونتينسلي، احنا بنشرح السي سيركت بالتفصيل شويه. في اسئله ثانيه اخرى؟ تمام، اوكي ماشي، هنكمل. فحطينا السودا لايم، ومش هتكلم كتير عن السودا لايم. السودا لايم حته في الكتاب تقراها، انواعها، الكالر ديفرنسز، وايه الرياكشن اللي بيحصل. بيتسال الرياكشن نفسه، في يعني حتى في الاف ار سي اي بيسالك اكتب لي الرياكشن اللي بيحصل. تمام، حطينا السودا لايم، وبدا يحصل ابزوربشن للسي او 2 في اي حاجه راجعه للعيان دوت، خلاص يبقى ما فيهاش ايه سي او 2، يبقى كلها بيور فلو جاي من الفلو ميتر. تمام، قال لك طب ما العيان ده هيصحى، طب هو احنا يعني مش محتاجين نديله بنج؟ ممكن نديله بنج. تمام، قال لك طب احنا هنحط الفابرايزر فين؟ قال لك هنحط الفابرايزر عندك مكانين، لا اما حاجه اسمها فابرايزر اوتسايد ذا سيركت، تمام اوكي، او حاجه اسمها فابرايزر ان سيركت. يعني هو ليه، يعني ايه الفرق بين الاوتسايد ذا سيركت وان سيركت؟ دي سيركت اهي قافله مقفوله، اوكي تمام، خلاص اهي نعمل بدي ليزر، ادي السيركت اوكي. فلما انا احط الفابرايزر هنا، يبقى الفابرايزر ده بره السيركت، يبقى الفلو ميتر بيرمي على الفابرايزر شويه سيو فلورين فور اكزامبل، لان ده لونه اصفر، يطلع من الفابرايزر يدخل على السيركت، فهو يبقى كده اوتسايد السيركت. طب هو ينفع يبقى حاجه تانية؟ ينفع يبقى ان سيركت، يعني زي ده كده. طب هو اني الاحسن؟ الاحسن هو اللي فات، اللي هو الاوتسايد سيركت. ليه؟ لان ده مور سيف، لان انت بتتحكم هنا في كميه السيو فلورين اللي راح على العيان، تمام. لكن هنا ممكن لو العيان بريذنج سبونتينيوسلي، يقوم اخد نفس جامد، يقوم ساحب سيو فلورين زياده عن اللي انت عايز تديهوله. هو سيف لو هو يعني هو اكشلي بيحصل كده؟ لا طبعا، في سيفتي ميكانيزمز، لكن كل الفنتليترز اللي موجوده في السوق هم فيبرايزر اوتسايد ذا سيركت او في او سي. الفي اي سي دوت موجود فين؟ موجود في حاجه اسمها الفيل فنتليترز، هم بيستخدموها في المعارك وفي لما يعني في حروب او كده، وعايزين يستخدموا فنتليتر، بيبقى في حاجه اسمها يعني في فنتليترز بتبقى موجوده بيستخدموا فيها موضوع الايه الفي اي سي. تمام، يبقى كده خلصنا موضوع الايه الفيبرايز. يبقى كده العيان الحمد لله هينام، لان هو داخل شويه سيو فلورين. اوكي، نرجع بقى نرجع دلوقتي للباج اللي انت بتسكويز دي. كل انت ما تسكويز الباج، تمام، وانت عامل انت الاي بي ال فالف دوت معموله على بريشر معين، شويه هيطلعوا بره، شويه هيطلعوا بره، خلاص. فقال لك ايه؟ قال لك طب يا جماعه احنا كده اوضه العمليات الاي بي ده مفتوح على الهواء، قلت العمليه كده هتتملي سيبو فلورين. قال لك طب خلاص نحط خرطوم واصل من الاكزوست بتاع الاي بي ال فالف دوت، طالع ليترلي طالع بره الحيطه في الشارع، طالع بره الحيطه في الشارع، يعني ايه؟ حمامه عاديه تشم شويه سيفو تتكيف. فهو اكشلي سكافجنج سيستم، تمام، احنا مش هنتكلم عليه النهارده، بس في حاجه اسمها اكتيف سكافجنج وباسيف سكافجنج سيستم، بس هو في الاخر كله بيرمي على الاتموسفير. وبالتالي فدلوقتي الناس بتوع الانفايرمنت كلموا على الديس فلورين، لان الديس فلورين هو اكتر اناساتيك جاس، هو النيتروس اللي ليهم زي ما بيقولوا يعني بيسموها الكربون دايوكسيد فوت برينت، فهو اكتر اثنين غازات بتلوث الجو الديس فلورين والنيتروس. فالناس بتتكلم دلوقتي بتقول يا جماعه يعني الناس اللي بتستخدم ديس فلورين محتاجه ان هي تقنن استخدامها، وما تستخدمهاش في كل وقت، وتستخدمها في الحالات بس اللي محتاجه، وكمان النيتروس ده حاجه مش لطيفه خالص، بتعمل جرين جاس افكت على الانفايرمنت وبتاع، فلو سمحتوا وقفوا استخدام النيتروس او قللوا منه. لحد كده الدنيا مفهومه؟ يبقى انا عندي سيركل سيستم فيها
كربون دايكسيد ابزوربر، فيها اي بي ال فالف، فيها فيبرايزر، فيها اكزوست اللي هو السكافرنج سيستم، وانا بسكويز الباج. ادي الفنتليشن بتاعي، اقعد اسكويز الباج طول العمليه. As simple as that. اي اسئله سو فار؟ اتمنى الدنيا تبقى ايه واضحه. تمام، احنا بقى لنا حوالي ساعه، عايزين يعني ناخد بريك ولا نكمل؟ واحنا نخلينا نكمل لحد ما نخلص بس الحته دي، وبعدين ايه، وبعدين ناخد بريك. تمام، لو انا حبيت، انا مش هقعد اي انفخ العيان طول العمليه، فحبيت استخدم حاجه تانية غير ده، حاجه يعني احول ده لتبقى حاجه اوتوماتيك. فقال لك طب خلاص هقول لك حاجه، حط الباك دي ابسايد داون، تمام، وحطها في كونتينر بالطريقه دي، اوكي. وهقول لك بقى ايه نخليها تسكويز ازاي. نخليها سكويز ان احنا نوصل لها جاس تاني ملوش علاقه بالجاس اللي وصل العيان، وهيبقى غالبا اكسجين. ليه؟ لان احنا مش عايزين نستخدم، لو حصل اي مشاكل، حصل ان الباك ده فرقعت لاي سبب، مش عايزين نوصل العيان حاجه غير اكسجين. وكل ما يبقى فيه ميكانيزم، كل ما يبقى فيه انسبيريشن، يبقى الجاس ده يدخل، تمام، يقوم عامل سكويزنج للباك دي فتنزل، وده اللي يدي البريث للعيان. ولما العيان يبدا يعني في الاكسبيريشن فيز والجاس يطلع من العيان، ايه الفلو للكونتينر ده يقف، فالباك دي تعرف تكسباند وتستوعب الخارج من العيان. As simple as that. وبالتالي الجاس اللي داخل هنا للكونتينر ده، اذا كان بلاستيك او ازاز، لا يشارك في البريثنج او الريسبيراتوري سايكل اتول. ده عباره عن الدرايفنج جاس، هو داخل علشان يعمل حاجه واحده، عشان يسكويز الباك دي، او اللي هي البيلو دلوقتي، اللي هي ايه، اللي هي الكونشرتينا دي او كونشرتينا، يسكويز ات داون ويقف، فما يبقاش فيه هنا حاجه، فيبدا العيان يكسباير فيطلع لفوق. ف during inspiration ده بيدخل يسكويز ده يطلع للعيان، و during expiration ما يبقاش فيه فلو هنا، فيبقى ايه الاكسبيريشن يعمل له اكسبانشن. كلام واضح؟ سيمبل. اتمنى ان هو ايه يكون واضح. لو في اسئله الناس تبدا تقول لي. تمام، قال لك طب خلاص احنا عايزين بقى حاجه تو كنترول ده. قال لك طيب اوكي، هنجيب بقى فنتليتر كنترول، هنجيب مايكرو بروسيسور، هنجيب حاجه الكترونيك تقول للباك دي او الفلو ده، تمام، اللي هو جاي من هاي بريشر، اقف يا فلو علشان العين يبدا اكسباير، وتحرك يا فلو علشان ده انسبيريشن، ونحطها على الفنتليتر. فهيبقى ده اللي بيتحكم في الانسبيريشن والاكسبيريشن. خلاص اوكي، من جوه نفس العين البيلو، يعني بينها وبين الازاز اكسجين، مش العكس، صح؟ يعني ما بين نرجع تاني، معلش، ما بين البيلو دي اللي هي الخضره والازاز ده اكسجين. خلاص اوكي، وده الهاي بريشر، يعني ده يعني الفنتليتور لما بيدخل له الاكسجين بيقسمه اثنين، جزء هيروح يعمل البريذنج، والجزء الثاني هو ده اللي هيعمل الدرايفنج فورس. خلاص اوكي ماشي. ليه اكسجين بس؟ عشان لو حصل ان لو يعني لا قدر الله ده الباج دي حصل فيها خرم، يبقى اللي بيوصل هنا للباج اكسجين مش حاجه ثانيه. والازرق ده ملوش اي علاقه باللي جوه الباج، ما بيختلطوش على بعض، ومش مفروض يختلطوا على بعض خالص. واضحه؟ واضحه يا احمد؟ تمام اوكي تمام اوكي. وهنا during expiration زي ما احنا قلنا ده بيفتح، ف
الفلو اللي جوه الكونتينر الازاز او البلاستيك ده بيطلع لبره، كل الجهاز ده بيطلع لبره، فيدي العين فرصه ان هو ايه يكسباير. لو حطيناها في السيركت بتاعتنا هيبقى شكلها عامل كده. فاكرين الباج؟ احنا شلنا الباج خلاص وقلبناها على ايه، على وشها، يعني بقت ابسايد داون، وبقى ده الباج بتاعنا، ده بقى الباج بتاعنا، تمام حلو. وحطينا المايكرو بروسيسور خلاص، وبقى ايه بقى دي السيركت بتاعتنا. اوكي تمام. طيب لو انا بقى عايز اعمل فنتليشن لاين مانيولي، تمام، اعمل ايه؟ قال لك طب خلاص نعمل بقى ايه، نعمل زي ليفر، زي سويتش بيقلب ما بين السبونتينيس بريذنج هنا او المانيوال فنتليشن هنا وبين الميكانيكال فنتليشن هنا. وهنحط برضو للباج دي اي بي ال فالف، عشان لا قدر الله لو السيركت البريشر بتاعها عالي ما يضرش العيان، دي اول حاجه، وما يفرقعش الباج هنا او البيلو هنا، وعلشان كمان اتحكم فيها في ديورنج الانسبيريشن اقفل ده بسرعه فما فيش حاجه تخرج بره، وديورنج اكسبيريشن خلاص اوكي او مفتحه. فكل ده هيبقى ايه، هيبقى الكترونيكلي كنترولد، وهيبقى فيه سويتش يقلب ما بين المانيوال فنتيليشن هنا والميكانيكال فنتيليشن هنا. وده as يعني a very simple description of the bag squeezers. وكل الباج سكويزرز بيستخدموا نفس الكونسبت ده، باختلاف طبعا انواعها، باختلاف السيفتي فيتشرز اللي هم بيحطوها فيها، باختلاف الفيتشرز الاخرى اللي هم بيحطوها في الفنتليتر، ولكن البيسك كونسبت بتاع الباج سكويزر واحد among the all the bag squeezer ventilators. اي سؤال؟ اي سؤال؟ تمام. السؤال هنا بقى، يعني انا تقريبا خلاص، هي دي يعني سكيماتيك دايجرام للبوتل فنتليتر او اللي هو يعني بيسموه الباج سكويزر دوت، مور سوفيستيكيتد في فكره ان هو بقى فيه مور فالز، فيه مور كنترول، في حاجه اسمها سولينويد فلو فالز اللي هي بتتحكم في الفلو، بتقلل البريشر والكلام ده كله. بس كل فنتليتر زي ما احنا قلنا هيبقى فيه الفيتشرز بتاعته، والسيمبل اكسبلانيشن هو اللي انا يعني شرحته. كلير؟ تمام. قبل ما نتكلم عن نيو فنتليترز، حد عايز بريك دلوقتي ولا نكمل سريعا؟ قولوا لي، دقيقتين ثلاثه بريك ولا نكمل؟ انا قدامي مثلا بتاع حوالي يمكن ثلث ساعه كمان. طيب خلاص اوكي ماشي شريف، حاضر يا شريف. لا انا ماشي، انا مستعد اكمل، خلاص نكمل. طيب هو دلوقتي نيو فنتليترز دول بقى فيهم باج سكويزرز؟ لا، ده فيبيوس فنتليتر، وده انا استخدمته في الديمر داش، يعني ده كان انا فاكر ان في الاطفال كان في فيبيوس فنتليتر. طبعا كل الفنتليترز جداد بيعملوا سيلف تشيك معظمهم، تمام، يعني انت ما بتعملش حاجه، انت بتروح الصبح تقوم دايس الزرار اون ويديك انستراكشنز على السكرين ديت، كلها طبعا ديجيتال زي ما انتم شايفين، بيقول لك اعمل كذا اعمل كذا اعمل كذا، وهو بيعمل سيلف تشيك لوحده. تمام تمام. هل في باج سكويزنج؟ لا، ما فيش باج سكويزنج، دول كلهم الكتريك كنترول بايه، لا اما بيستن، يعني هو اللي هو البيستن بتاع العربيه، يعني بيستن بالاخر، تمام، بيعمل ايه؟ ولا حاجه، بيكبس الهواء، بيبقى داخل له هواء، بيقوم ده كابس، تمام، during inspiration، وبيريح during expiration. بيقوم ده مسمى piston ventilators. الفيبيس piston، ولو انت عندك فيبيس او جهاز فيبيس يعني بتشتغل بيه، هتلاقي البيستن هنا، مش هتلاقي بيلو، هتلاقي البيستن هو في الحته اللي هو السوداء في الجنب دي، هتلاقيها طالعه ونازله، مش هتلاقي عندك يعني اللي هو البيلو والتنزل وتطلع والكلام ده كله، مش هتبقى موجود خلاص. الطريقه الثانيه، آه
ودوت برضو جهاز تاني خلاص اوكي، ده بيوريك برضو البيستن هنا كباس بيكبس هواء، as simple as that. الطريقة التانية اللي هي التوربين. التوربين يعني ايه؟ مروحة، توربينة بالاخر برضو again زي بالظبط فكرة السشوار، هي مروحة تمام بتلف، لو زودت البار بتاعها اللف بتاعها يعني هيبقى اعلى تمام، وهتديك فلو اعلى وهتديك تادل فوليوم اعلى تمام. واجين ات از الكتريك كنترول. في التوربين فنتليترز برضو هم نوع من انواع الفنتليترز، وهم دول موجودين برضو في السوق حاليا. فهم دول النوعين تقريبا او الطريقتين الحديثتين اللي الفنتليترز دلوقتي بتشتغل بيها. ودوت الدريجر البريسس، وديت ده بيست ده سوري ده توربين فنتليتر، وده دي التوربينه اهي. التوربينه اهي بيدخل لها الجاز بتكنترول الاماونت اللي هيديه العيان، as simple as that برضه. خلاص تمام. يبقى دول الفنتليترز الحديدي الحداث اللي هم البيستن والتوربين، يعني الميكانيزم اوف درايفنج ذا تايدل فوليوم او البريث. ايه يعني الايفنتس الحداث دول ايه يعني مزاياهم عن الباك سكويزز؟ هم اول حاجه كوايتر شويه تمام، هل ده يفرق معاك ولا لا؟ يعني في ناس ما بتحبش ازعاج. تاني حاجه ان هم عاده الباك سكويزرز بيبقى في كده مينيمم بيب 2 تو 3 سنتيمتر اوف ووتر تمام، عشان الديزاين بتاعهم وعلشان الفنتليتر حاجه في حاجه اسمها سبيل فالف والكده والكلام ده. الباج ده الباج في الباج سكويزز، النيو فنتليتر ما فيهمش الكلام ده خالص. طبعا جريتر بريسيجن لانك انت بتحدد بالظبط اللي عايز تديه، وبالتالي فكمان في البريسيجن ده بتقلل تقدر تقلل الفلو. فكل النيو فنتليترز ممكن يمشوا على فلو اقل حتى من 250 مل per minute، يعني ممكن يقل عن حتى ربع لتر في الدقيقه. بس هم بالريكومندد الفلو ذا مينيمم از اللي هو 250 مل per minute. الكتريسيتي ذا درايفنج فورس، هل ده عيب ده ميزه؟ يعني انت لو قطعت عنك الكهرباء ويبقى فيهم بطاريات، البطاريات دي هتشتغل لفتره معينه وبعدين هتقف. طبعا يعني حدث بقى ولا حرج عن السنسرز، كل السنسورز اللي في الدنيا موجوده فيهم سنسورز، يعني تحس بالعيان قد ايه تايدل فوليوم هيتاخد العيان، قد ايه الاكسبايرد تايدل فوليوم، البريشر ان اند اوت، الاكسجين طبعا ان اند اوت، الكربون دايوكسيد ان اند اوت، طبعا غير الفيبورايزر يعني سوري الفيبر انستيك ايجنت، الكونسنتريشن ان اند اوت، حدث ولا حرج. في منهم هيعملوا لك اللي هو الفوليوم بريشر لوبس، وهي برضو مور سنسورز، فبرضو دي كلها سيفتي ميكانيزمز وسيفتي الارمز ومور سنسورز تديك فكره اللي بيحصل. مور فنتليشن مودز، عاده يعني الباك سكويزر اللي هم الحداث فيهم other ventilation modes، لكن التوربين والبيستن ممكن تعمل كل انواع الفنتليشن، يعني ممكن تعمل بريشر كنترول، تعمل فوليوم كنترول، تعمل اس ام في فوليوم او سينكرونس بريشر فنتليشن، ممكن تعمل سبونتينيوس فنتليشن وذ اسيستد بريث، ممكن تعمل اللي انت عايزه في الفنتليترز الحديثه. في حاجه اسمها فريش جاس ديكوبلينج والكومبنسيشن. بمعنى ايه؟ ده كونسبت شويه يعني هحاول ابسطه، بس لو ما فهمتوش يعني قولوا لي. يعني دلوقتي في نرجع تاني معلش للسيركت سيستم ببساطه تمام اوكي. لو انت هنا عملت اديت بريث للعيان اللي هيطلع كده تمام، في شويه فريش جاس فلو جايين هنا اوكي، ده اللي هيشيل لك شويه الايه، شويه السيو فلورين، زائد ان هم هيعملوا ايه، هيحطوا شويه اكسجين ليه في السيركت. فانت لو عملت هنا مثلا حطيت مثلا 500 مل تايدل فوليوم، فده هيدي 500 مل تايدل فوليوم تمام. او ده ايه ده في شويه كمان فريش جاس فلو جايين هنا، ده انا ما حسبتهمش، دول هيروحوا للعيان. فبالتالي يبقى انت بتروح بتودي العيان اكشلي اكتر من 500 مل، 500 بقى و100 يعني 500 و200 على حسب انت ايه، انت ونصيبك تمام. فالفنتليترز الجديده كلها عملت ايه؟ عملت يعني ديكوبلنج للفريش جاس فلو
من الفنتليشن، وبالتالي فهي خلت ان هو بقى فيه اول ما يبقى يدي البريث ده تمام، يبقى ايه، يبقى الفريش جاس فلو رايح في حته والبريث ده رايح في حته، وبالتالي فان البريث اللي رايح للعيان يبقى فيري اكوريت. او عملنا كومبنسيشن، يعني ايه، انا حطيت هنا سنسور تمام، والله انا هو حاسب هنا 500 مللي مثلا تمام، اوكي تمام، تا 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 تا. ايه ده، ده هنا بقى ايه 501 مثلا تمام، لا يبقى خلاص، يبقى انا هقلل من ده عن طريق مايكرو بروسيسور خلاص التايدل فوليوم اللي انا هديه. ودي كلها في الفنتليترز الجديده. فدول اثنين كونسبتس، معلش انا يعني الديتيلز بتاعتهم شويه سوفيستيكيتد، فانا مش هروح فيها قوي. وايه ببساطه كده، في حاجه اسمها فريش جاس كوبلنج والكومبنسيشن، والاثنين دول علشان نخلي نخلي تايد فوليوم وصل عين فيري اكوريت. اخر حاجه ان هي less compliance related loss. يعني ايه؟ يعني علشان انت لما بتدي العين هنا في الباج سكويز بريث عن طريق ده، كل ده تمام، والباج هما عباره عن معظم الحاجات بتبقى يعني فلكس بتكستند خلاص شويه، لما بتكستند شويه اوكي ده بياخد من التايدل فوليوم اللي انت بتديه. النيو فنتليتورز طبعا ما فيش حاجه بتكستند، وبالتالي فهم فيري اكوريت في كميه الايه التايدل فوليوم بتروح للعيان. فدي المزايا بتاعه النيو فنتليتورز. دي سيفتي فيتشرز شويه هيستوريك تمام، بس بتتسال وبتبقى محتاج ان انت تبقى عارفها. همر عليها سريعا لان النيو فنتليترز السيفتي فيتشرز ديت ممكن ما تشوفهاش اساسا، لان مثلا الفلو ميترز ما بقاش موجودين، بقى انت بتتحكم فيها كلها الكترونيكلي. وكمان ده في دلوقتي اللي هو ايه، تقول له مثلا انا عايز الان تايدل بتاع الاكسجين مثلا او الفراكشن اوف انسبايرد اوكسي يبقى 50%، والان تايدل بتاع السيفو فلورين يبقى مثلا 2%، وهو بيتحكم لك في الفلو لوحده. فكل الحاجات ديت بقت دلوقتي ديجيتال والكترونيك، ولكن هنتكلم عن السيفتي فيتشرز دي شويه. اي فنتليتور لازم يبقى فيه سيفتي فيتشرز. هنبدا من الجاس سبلاي. الجاس سبلاي ان السيلندر نفسه بيبقى فيه بريشر انديكيتور خلاص. البريشر انديكيتور ده بيقول لك امتى السيلندر هتفضى، هل السيلندر مليانه ولا لا. كل سيلندر وكل البايبنج سيستم اللي جاي من الحيطه بيبقى كلر كودد. في حاجه اسمها البين اندكس سيستم. يعني ايه بين اندكس سيستم؟ لا معلش سوري. البين اندكس سيستم ده عباره عن سيستم ما بين السيلندرز بتاعت الاكسجين والفالف اللي بيركب عليها تمام. انا كان عندي هنا صوره بس مش عارف البرزنتيشن مش شغاله ليه، بس يعني سمبلي ما ينفعش انت تركب مثلا الفالف بتاع الاكسجين على الفالف بتاع النيتروس، هو كل واحده ليها البين اندكس سيستم بتاعها. وكذلك الهوز، الهوز بتاع الاكسجين ما يدخلش فيه الاوتلت من الوول بتاعت النيتروس. الاكسجين يدخل في الاكسجين والاير يدخل في الاير، ما ينفعش، يو كانوت يعني اكسشينج او انتر اكسشينج. بريشر ريليف فالف ده هيبقى في كل حاجه، ده هيبقى في الفنتليتورز، هيبقى في الـ في الـ في الـ في الاسطوانات نفسها، هيبقى في ال ساعات في البريشر انديكيتور نفسه. لما البريشر يوصل لحاجه معينه لو لحاجه كريتيكال بريشر بيفتح الريليس فالف دوت، فبيقلل الانستنس بتاعه ان يحصل فيه انفجار او يحصل فيه تروما يعني في المكان او للفنتليتور نفسه. بريشر ريجليترز يعني اللي احنا اتكلمنا عليها، ان هو لما بتبقى بتدي العيان هاي بريشر ما ينفعش ده يدخل على العيان على طول، فيبقى عندك فالفز وعندك ميكانيزمز معينه تقلل البريشر ده. اول حاجه او اخر حاجه اللي هي النست كونكشنز، اللي هي برضو زي ما احنا قلنا اللي هو يبقى فيه ميكانيزم، ما ينفعش ان انا اركب حاجه في حاجه ثانيه تمام، ودي بيسموها النست كونكشنز خلاص اوكي، اللي هي النون انترتشينجبل اس تي كونكشنز اوكي. في تشات اوكي ماشي. الاكسجين سيفتي، الاكسجين سنسرز، انت عندك سنسرز لازم بتعملها كاليبريشن، بتقول لك الاماونت اوف اكسجين اللي داخل العيان، وكمان بتقول لك الاماونت اوف اكسجين اللي خارج من العيان. اكسجين فيلير الارم زي اللي بنسميها ريتش ويسل، دي برضه نوع من انواع الفالفز. لما الاكسجين يفيل او الاكسجين يقطع، في فالف معين بيفتح بيطلع البقيه الفلو عن طريق حاجه يعني او فتحه رفيعه، فبتعمل زي صفاره
ودي موجودة في بعض الـ ventilators الحديثة وغالبا كل الـ ventilators القديمة. الـ hypoxic mixture prevention دوت لإما ميكانيكال، الحاجة اسمها الكوج ويل، بمعنى آخر لما أنت تيجي تفتح الأكسجين يبقى الأكسجين مرتبط بالنيتروس عن طريق زي كده التشين بتاعت العجلة اللي هي الجنزير بتاع العجلة، تمام؟ فلما أنت تفتح الأكسجين، سوري، لما تفتح النيتروس يفتح مع الأكسجين، ما ينفعش تفتح النيتروس لوحده. تاني حاجة إن لما الأكسجين بيفيل، تمام، اللي بيفتح أول حاجة النيتروس يقع، تمام، يعني الأكسجين لو وقع النيتروس يقع معاه والفنتليتر نفسه يفتح على الهواء، فيبقى المينيمم أماونت أوف أكسجين كونسنتريشن اللي هتديه للعيان هو 21%. الفلو ميتر ارينجمنت ديت برضو حاجه هيستوريكال شويه، هتلاقيها في الفنتليترز قديمه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان لازم اخر حاجه توصل للعيان، تمام، يبقى هو الايه، يبقى هو الاكسجين. يعني ايه؟ يعني لو انا حطيت الاكسجين في الاول خالص، تمام، اوكي، وبعدين الاير او النيتروس، او حطيت الاكسجين في النص خلاص، وحصل لاي سبب من الاسباب بريكنج ما بين الفلو ميترز هنا، تمام، ما بين الاكسجين والاير، فشويه هيروحوا ايه، هيروحوا هنا، تمام، وده يكمل، فيبقى الكونسنتريشن الاكسجين وصل العيان قليل خلاص، او لسبب ما ده قطع هنا او اتكسر هنا، فيبقى ايه، العيان داخله نيتروس خلاص، اوكي، فيبقى في مشكله، يبقى انا حد العيان هايبوكسيك نيتر. فلو حطيت الاكسجين في الاخر خالص يبقى انا متاكد ان لو حصل اي حاجه او اي مشكله ما بين الاثنين دول هنا، تمام، يبقى هو العيان ده وصل له ايه، اكسجين بس. الالترنت اوكسجين فلو ميترز بالذات ده في الاجهزه الحديثه خلاص، ان بيبقى فيه فلو ميتر في الجنب، تمام، وده بيبقى عاده واصل لاما دايركتلي بالسلندر، او ان هو بيبقى واصل عن طريق الدايركتلي بالجاس سبلاي عن طريق الحيطه. ده لو حصل مشكله في الفنتليترز في التكنولوجي، المايكرو بروسيسور باظ، الدنيا اتحرقت، فيبقى ده فيري بيزك يعني فلو ميتر وصل للعيان. الفيبورايزر نفسها كل واحد فيبورايزر كلر كودد، ما ينفعش تحط فيبورايزر مكان التاني، كل واحد البوتل بتاعتها يونيك، كل نوزل بتاعتها الفتق يعني الخرطوم بتاعها يونيك، فما ينفعش تحط النوزل في نوزل تاني. اللوكينج سيستم يعني ايه؟ يعني انت لما لازم تحط الفيبورايزر اون ذا فنتليتر لازم تعمله لوكينج، والفيبورايزر نفسه لو عندك اتنين فيبورايزر بيبقى في ما بينهم لوك، ما ينفعش تفتحهم هما الاتنين مع بعض، تمام؟ وعشان تفتح فيبرايزر تسويتش ات اون لازم تدوس زرار، ما ينفعش ايه تلف بس كده، لازم تدوس زرار. طبعا اذر فيتشرز بقى يعني ايه، حدث ولا حرج، يعني كل السنسورز في الدنيا ديت بتديك اوبشنز ان انت تقيس حاجات معينه، تحط الالارمز اللي انت عايزها، تحط المودز اوف فنتليشن اللي انت عايزها، وبالتالي فالفيتشرز السيفتي فيتشرز بتاعت الاجهزه الحديثه اكبر كتير جدا 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 من الاجهزه القديمه. في حاجة في اسمها كوأكسل أكسجين أوتلت في الأجهزة الحديثة دي، لو أنت عايز مثلا اللي هما بيشتغلوا بيدياتريكس عايزين يستخدموا الـ E circuit، أو يعني اللي هما المابلسون كلاسيفيكيشن أو جاكسون ريس موديفيكيشن بتاعة البيدياتريك سيركت، ممكن تحطها، وده بيقلب الفنتليتر لحاجة فيري سيمبل برضو علشان يستخدموا الايه البيدياتريك سيركت. كده انتهينا من يعني المين فنتليترز اللي انت هتشوفهم واللي هتشتغل بيهم. هنبدا في اي اسئله قبل ما نبدا الجيت فنتليشن والهاي فريكوانسي اوسيليشن فنتليشن؟ اه طبعا الفلو انت بتكنترول في نيو فنتليز، كل نيو فنتليز بتكنترول الفلو، يا اما بتكنترول الفلو ديت عن طريق دايل، يعني هو كلها الكترونيكلي، بس هي الفكره ان انت ازاي بيديها لك، يا اما بتكنترول عن طريق دايل، يعني بتقوم عامل كده، تمام، اوكي، وتكنترول اب اند داون، لا اما انت بيبقى عندك زراير بتكنترول، تمام، بالزراير، بس هي كلها الكترونيكلي كنترول في نيو فنتليترز بالذات. ممكن يعني بتتحكم في الفلو، لا اما مانيولي، لا اما تقول للفنتليتر يا فنتليتر انا عايز اوصل للعيان كميه السيو فلورين دي، وعايز اوصل للعيان كميه الاكسجين دي، وبالتالي لو سمحت انت تحكم لي في الفلو، خليني بقى الفلو على ايه، على المينيمم عاده يعني، وده بتسيف
يعني بالاخر كده بتسيف ماني. ليه؟ لان اي فلو زياده انت بتاخد سيو فلورين زياده، انت بتاخد اكتر زياده، فده بيويست ماني. فهو الفنتليتور بيتحكم لك في الفلو بحيث ان هو يخلي النسب اللي انت حطيتها ديت هي دي الاساس، وهو هيتحكم في الفلو عشان يديك مثلا المينيمم فلو. بس ده ببساطه يعني ازاي الاوتوميتد فلو كنترول اللي في الفنتليتورز الجديده بالذات. اي اسئله تانية؟ any calculation for flow minimal أو لا، ما فيش حاجه calculation. يعني انت هي الفكره ان الفلو، انت لما في بالذات في السيركل سيستم، كل ما تقلل الفلو يعني انت بيحصل لك accumulation للجاسس بعد وقت معين، تمام؟ اوكي، فبيبقى ال 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 السودا لايم بت جت يعني كل الجاسس بتبقى جت concentrated في السودا لايم وفي السيركت نفسها. انت ك يعني كاز انيثيتس، لو انت عايز تعمل مانوال كنترول للفلو، تمام اوكي، انت في الاول بتبدا بهاي فلو علشان تبقى ديليفر الجاس دوت بسرعه، تمام، وبعدين بتبدا تقلل الفلو بتاعك. ولكن لو عايز تغير مثلا في الكميه السيف وفلورين اللي انت بتعديها العين، يعني مثلا توصل مثلا من 1.5 ل 2 مثلا، تمام، لو انت على اللو فلو احنا بنتكلم ان انت بتتكلم في نص لتر في الدقيقه للربع لتر في الدقيقه، تمام اوكي. لو انت على اللو فلو هتاخد وقت لحد ما توصل للكونسنتريشن اللي انت عايزها. ليه؟ لان الفلو ضعيف جدا، قليل خالص، تمام، فكميه السي فلورين اللي طالعه بتبقى قليله، فهو عبال ما توصل اللي انت عايزه ده هياخد وقت، فتعمل ايه؟ تقوم مزود فلو. لكن زي ما قلت لك في حاجه اللي هي اوتوميتد فلو كنترول، ده الفلتر بيتحكم فيه. وحصلت انا بعمل بيلو او فيل امبر اكسجين بس الناحيه الثانيه اوصل عيانا. طيب ده سؤال كويس. انا دلوقتي عندي فنتليتور، عند الفنتليتور فيل، فبدات انفخ العيان بالامبيو باج او مثلا بالسي سيركت. طب ولا اخلي العيان نايم ازاي؟ ولا حاجه. هو انت ايه؟ هو انت اديت العيان ايه عشان ينام في الاول؟ مش اديته ثايوبنتون او بروفول؟ هو انت ما ينفعش تعمل تدي عيان تكمل عليه بالثايوبنتون يعني. هو انت هتعمل ايه؟ هتدي له بولوسز وبروفول. عندك ثايوبنتون ادي له ثايوبنتون يا عم، يعني ما عندكش بروفول خلاص. عندك كيتامين ادي له كيتامين، وات ايفر. فهو هتقلب من ان هي المينتنس اوف انفيزيا، من انهيليشن انفيزيا لانتروفينس مينتنس اوف انفيزيا. عايز تديها بقى بولس، عايز تديها انفيوجن، على حسب ما انت عندك امكانيات وعلى حسب المكان اللي انت بتشتغل فيه. اي اسئله اخرى؟ اتفضل يا شيخ. احنا لو عملنا سويتش للفريش جاس فلو من البيلو للمين جاس اوتلت، ما احنا ممكن نديله انافاتيك ونستخدم سي سيركت او نستخدم اي سيركت ثانيه. هتقول انا ساتك ازاي انهيليشنال؟ ما هو هطلعها من البورت اللي هو الكومن بورت اللي بيبقى واصل بيه الميبلسن اي او الميبلسن عموما. وهسكويز ضيق. تمام. لو الفنتليتور نفسه فيلد انت هتقلب مانيوال وهتوصل بالباج. يمكن انا ما فهمتش السؤال، بس يعني لو الفنتليتور نفسه الميكانكس على الفنتليتور نفسه البيلو نفسها فيلد، انت هتقلب مانوال وتواصل الباج زي ما دكتور محمد غيث قال. لكن لو كل الفنتليتور نفسه وقع، مثلا الاكسجين بتاعك وقع، تمام اوكي، وانت ما عندكش غير امبيو باج والعين لسه نايم، هتعمل ايه عشان تفنتليت العين بس؟ فانت هتفنتليت العين فور اكزامبل على ايه؟ على 21% اكسجين لحد ما العين مثلا يعني ريكفر يعني. فهتعمل بالامبيو باج او بالسي سيركت، ساعتها انت فصلت الفنتليتور خالص. لكن لو انت الفنتليتور نفسك البيلو بتاعتك نفسك فيلد، حصل فيها مشاكل، تمام، انت ممكن تقلب طبعا على المانيوال، ودوت ساعتها هتستيل بي ايبل تو سبلاي انهيليشن استاتكس تو ذا بيشنت. الحاجه اللي انا عايز اقولها اللي هي الاكسجين فلاش، اي جهاز تخدير هتلاقي فيه اكسجين فلاش. الاكسجين فلاش دوت هاي بريشر، ده واصل دايركتلي على فين؟ تواصل دايركتلي على الهاي بريشر اللي جاي من الاكسجين سبلاي. ده ما بيمرش على الفيبرايزر، وبالتالي في اي حاجه طالعه من الاكسجين فلاش اللي انت بتدوس عليه الزرار ده، اي حاجه طالعه من الاكسجين فلاش ده بيور اكسجين، ده معمول ده از سيفتي برضه، تمام، وده مش هيدي العين انهيليشن انستاتيك ايجنتس. اي اسئله ثانيه؟ الوضع الدنيا كويسه؟ عيسى السؤال اتجاوب؟ تمام اوكي نكمل. الجيت فنتليشن، طيب الجيت فنتليشن دوت نوع من انواع الفنتليشن، خلاص.
في حاجة تانية في الشقة. تمام، ثانك يو. تمام، الجيت فنتليشن ده نوع من انواع الفنتليشن، مش بنستخدمه في كل الاوقات، بنستخدمه في حالات معينه. ايه الحالات اللي بنستخدمه فيها؟ في الامرجنس سيتويشن، لما بنعمل مثلا كريكوثايرويدوتومي، خلاص بنحط كانيولا، وده بنسميه كانيولا جيت فنتليشن، وساعتها بنستخدم المانيو جيت ده. تمام، او ان احنا في عيانين في الاي ان تي اللي هم بيسموهم الشيرد اير واي، لما بيبقى مثلا الجراح عايز يشتغل حوالين الفوكال كوردز، فما ينفعش يبقى في انبوبه كبيره داخله، وما ينفعش ان انا اعمل فنتليشن نورمال فنتليشن. تمام، لان هيبقى في ليك كبير جدا حوالين الانبوبه. تمام، فبعمل حاجه اسمها جيت فنتليشن. والجيت فنتليتور اللي هو على ده اسمه المسترال يعني جيت فنتليتور. تمام، اوكي. المانيو جيت ده هتلاقوه عاده في الامرجنسي كيت. في حاله برضو اخرى ان احنا بنعمل فيها جيت فنتليشن في بعض الاماكن، في اللي بيعملوا الاساطر القلب، واللي بيعملوا بقى تغيير الصمامات عن طريق الاساطر والكلام ده كله، بيبقوا محتاج في حته معينه ان اللونج تبقى ستيل، او ما يبقاش فيه فايبريشن كتير، او ما يبقاش فيه موفمنت كتير في التشست، وساعتها بيستخدموا الجيت فنتليتور عشان ده بيقلل ايه كميه الموفمنت اللي في الجست. دي فيديوهات هحاول اشغلها، دي واحده بس ثانيه معايا. اوكي، عارف اشتغل ولا لا؟ انا هبعت لكم البرزنتيشن اهو. كويس، ديت لو انت شايف. تمام، اوكي، ده بيعمل جيت فنتليشن. جيت فنتليشن بيعمله قد ايه؟ بيعمله لمده ثانيه او ثانيتين خلاص، والبيلو بتكبر، ده عباره عن زي اللنج يعني سيميليشن اللنج، بتكبر. تمام، وبعدين بيريليس الجيت فنتليشن دوت، فيحصل اكسبيريشن، وبالتالي فهو اكشلي مش فنتليشن، هو اكشلي اوكسجينيشن. يعني انت بتعمل اوكسجينيشن للعيان، لكن انت العيان ايفينشلي هيأكيوميليت سي او 2. تمام، لانك انت في الاكسجينيشن غير الفنتليشن. اكسجينيشن از جاست ديليفرينج اوف اكسجين تو ذا بيشنت، فنتليشن از ريموفينج اوف سي او 2. فانت في جيت فنتليشن موستلي ار ديليفرينج اكسجين تو ذا بيشنت، ذا سي او 2 ويل اكيوميليت. تمام، تو سيرتن ديجري. طبعا كل ما يبقى الفنتليتور جيت فنتليتور حديث، كل ما ده يحصل يعني بنسبه قليله. ده لو الفيديو دوت اللي هو تحت دوت بيشرح المسترال الجيت فنتليشن، وبيشرح ازاي بتعمل سيت اب للماشين نفسها. ده برضو المونسون جيت فنتليتور، ده برضو جيت فنتليتور حديث، مش هقعد اشرح فيه كتير، لكن انا هسيب لكم الحاجات دي تقروها. وده يعني lot of details about jet ventilation، وما تقليش ان يعني لو بعد ما تقرا ده هتبقى محتاج اي حاجه تانية تفهمها في الجت فنتليشن. الحاجه الوحيده اللي انا هتكلم عليها او هحاول يعني اشرحها شويه، لان هي ممكن في كونسبت شويه صعبه، هي ال اوبس معلش هي الحته دي حته الايه ال ولا حتى مش حته دي كمان، هي الحته دي ازاي الجت فنتليشن بيعمل اكسجينيشن. هو في كذا طريقه او كذا كونسبت. في اول كونسبت اسمه البالك كونفكشن. يعني ايه؟ يعني كل ما انت بتدي عن اكسجين، الاكسجين ده بيتاخد للبلاد ستريم، فده بيخلق زي فاكيوم خلاص، اوكي، فبيدرين مور اكسجين. دوت اول كونسبت. الكونسبت الثاني حاجه اسمها بند لافت ثيوري او بند لافت ميكانيزم، اللي هي الفكرة ان ايه، ان مش كل الالفيلاي ليها نفس الكومبلاينس، ففي الفيلاي هتبقى اوفر اكسباندد، وهتبقى في الفيلاي اندر اكسباندد. فال يعني زي ما انت بتقول كده، الالفاس كولابسنج ديو تو بور كومبلاينس، هيبقى ايه، هتدي اكسجين للالفيلاي اللي هي فيها جود كومبلاينس. اوكي، في حاجه اسمها التيلرد ديسبيرشن، وده كونسبت في الفلو بصفه عامه. فكره ان هو الفلو ما بيبقاش constant، يعني ما بيبقاش constant في كل ال all through the fluid that is going in او الغاز that's going in، بيبقى في حتت في النص فيها high concentration of oxygen، وفي حتت في البريفري بيبقى فيها low concentration of oxygen، فالمليان يكب على الفاضي. ده بيخلق شويه concentration gradient، فالconcentration gradient دوت بيدفع الاكسجين من ال high area of concentration to the low area of concentration. زي ما قلت
في حاجه اسمها coaxial flow. It's by direction flow of gas exists with a centrally rapid moving inspiratory column and a slow moving periphery expiratory sleeves. وده برضو تقريبا زي تايلر dispersion يعني في نفس الكونسبت. ولكن دي كلها كونسبتس بتقول لك ازاي احنا بنعمل oxygenation بالجيت فنتليشن. في حاجه هنشرحها في الثرايف وممكن اشرحها دلوقتي, هي برضو الكارديك اوسيليشن. يعني ايه كارديك اوسيليشن؟ وده في الابنيك فنتليشن. يعني الاوسيليشنز بتاعه القلب اللي هي لما القلب يعني بيبيت, الاوسيليشنز دي كلها بتبقى ترانسميت للثوراكس, وعن طريق الاوسيليشن ديت برضو يحصل موفمنت للجاس. وده برضو دايجرام بيبين الايه الطريقه اللي بيعمل بيها الاوسيليشن فنتليشن او الجيت فنتليشن او ثرايف اوكسجينيشن. انا بعدي على الحته دي بسرعه يا جماعه. ها الجيت فنتليشن بيبقى غالبا عن طريق الفوكال كوردز, لا اما بتبقى عن طريق الفوكال كوردز خلاص, لا اما عن طريق الكريكوثيرودوتومي. يعني لو عيان في امرجنسي بتفتح كريكوثيرودوتومي بتحط كانيولا, ويعني هو دلوقتي بتحط انبوبه, بس يعني ايه زمان كانوا بيعملوا الكلام ده. دلوقتي الجايد لاينز بتريكومند ان انت بتعمل سيرجيكال كريكوثيرودوتومي وتحط انبوبه سايز 6 تيوب. يعني الثرايف ده حاجه جديده خلاص, مش جديده قوي يعني, احنا بقى بنتكلم في مثلا 7 8 سنين. هو فكره الهاي فلو نيزل اوكسجينيشن, تمام؟ ده عباره عن جهاز بيدي فلو عالي قوي, بيدي حوالي 60 لتر ل 100 لتر بير مينيت, تمام؟ يعني اكبر من اي فلو متر انت شفته على الوول. بيديه هيوميديفايد عن طريق الكانيولا دي اللي بتتحط في النوز. لو اني لو خليت الاير واي بيتنت الاقي ان عندي during the apnea العمال بتنفس ممكن اقعد up to 45 minutes والساتوريشن بتاعي stable, تمام؟ عن طريق ايه؟ الاكسجينيشن هي الميكانيزم اللي احنا شرحناها مع الجيت فنتليشن زائد الكاردياك اوسيليشنز, تمام؟ اللي هي فكره ان ايه؟ ان مع الستروك فوليوم مع الحركه ديت بيحصل الاكسجين بيدخل لللنجز, تمام؟ وده برضو لو انتوا عايزين more information about the thrive, وده تلخيص لازاي ان الثرايف دوت بيشتغل او بيعمل اوكسجينيشن. ودي يعني الثرايف ده بنستخدمه في ايه؟ بنستخدمه زي ما احنا شايفين كده برضو في لو برضو في حالات الاي ان تي خلاص, اللي هي عايزين نشتغل على الفوكال كوردز ومش عايزين نحط انبوبه لان الجراح هيشتغل على الفوكال كوردز. وبرضو بنستخدمه في البري اوكسجينيشن في الهاي بي ام اي بيشنتس, وبنستخدمه في الاويك فايبر اوبتيك انتيوبيشن لان ده بيزود الابنيا تايم. اخيرا الهاي فريكوينسلي اوسيليشن فنتليشن. الفكره في ايه؟ ده فكره الاوبن لانج فنتليشن. احنا اتكلمنا عن اربعه مودز اوف فنتليشن: بريشر فوليوم, ابنيك اوكسجينيشن, وتكلمنا على الكونسبت. الهاي فريكوينسي اوسيليشن فنتليشن بيتكلم عن كونسبت الاوبن لانج فنتليشن. ده بيدي بريث قد ايه؟ ده بيدي بريث كتير قوي, ممكن اب تو 300 بريث بير مينيت. فعشان كده ما نقولهاش بريث, احنا بنقول سايكلز او وبنقيسها بالهرتز, تمام؟ بالفريكوينسي, تمام؟ ده كنت بسميه الغساله خلاص, لان صوته زي الغساله بالظبط. هو فكرة عبارة عن ان الجهاز ده, تمام, في دايفراجم هنا, تمام, الدايفراجم ده بيمشي بيعمل كده بالظبط, بيفايبريت بالطريقة دي, تمام, وبيعمل فنتيشن العيان. برضو نفس الكونسيبت بتاع الثرايف والجيت فنتليشن, نفس الكونسيبت بتاعت الجاس اكشينج, تمام. بيحصل بيرميسيف هايبركاربيا من الجهاز دوت خلاص. ودي كانت الفكرة ان هو انت عايز تقلل البايوتروما لما الالفولاي بتفتح وتقفل مع كل بريث. عشان تقلل البايوتروما ديت بتقوم فاتح الالفيولاي على بريشر معين وتخليها, بدل ما الافاي تعمل كده, تمام, الافاي تعمل كده, as simple as that. ما اعرفش ان الصوره باينه بتاعتكم ولا لا, بس يعني فكره الالفيولاي بتفضل مفتوحه وما بتتقفلش. طب هو الكلام ده لسه مستخدم؟ لا, حصل ان في تو بيج ترايلز, واحده في كندا واحده في انجلترا. كان العين الفنتليتر ده كان بيستخدم في الرعايه للعيانين اللي هم عندهم اي ار دي اس عاده, ولقوا ان اكشلي ما فيش يعني بنفيت منه, بل بالعكس ممكن يكوز هارم. برضو مش هتكلم عن الديتيلز بتاعته لان يعني انت تعرف عنه بس ايه فكره. وفي برضو يوتيوب فيديو انا حاطه على البرزنتيشن, ممكن لو انت محتاج تدمور ديتيلز عليه.
اخيرا الفكره ان هو ايه الديفرنس بين الاي سي يو فنتليتر والاوبريتنج ثيتر فنتليتر. الاي سي يو فنتليتر تقسم جينيريشنز، احنا الفيرست والسكند جينيريشن دول شويه هيستوريك، الثيرد وفورث جينيريشن هما اللي عاده انت هتشوفهم. انا اشتغلت ديفينتلي اشتغلت بالثيرد جينيريشن واشتغلت غالبا بالفورث جينيريشن. لو البيرد 1000 دوت ده ثيرد جينيريشن ودول يعني جزء من الفورث جينيريشن. دلوقتي بقى احنا بنشوف يعني يمكن الفيفث جينيريشن. يعني الفرق بين الثيرد والفورث، الثيرد هو اول اول فنتليتور بيستخدموا بداوا يستخدموا فيه مايكرو بروسيسور، يعني كان الباقيين دول الفيرست والسكند دول عباره عن ميكانيكال تمام، كلهم ما فيهمش مايكرو بروسيسور ما فيهمش كمبيوتر. الثيرد دول بداوا يستخدموا فيه مايكرو بروسيسور وبيبقى فيه الكترونكس. الفورث بقى حدث ولا حرج طبعا، يعني فنتليتور بيبقى فيه حاجه اسمها كلوز لوب. يعني ايه كلوز لوب؟ يعني يحس بالعيان. يعني ايه العيان؟ مثلا البريشر بتاعه عالي، العيان الكومبلاينس بتاعته قليله، فهو يبدا يظبط نفسه اكوردنج للعيان واكوردنج للكومبلاينس، وفي سنسورز قد كده ويديك بقى شكل اللونج. والفيفث جنريشن ممكن يديك 3 دي ايمج اللونج اللي انت عايزه. طب هو ايه الفرق ما بين الاكشوال، يعني الفرق ما بين الاي سي يو والاوبريتنج ثيتر فنتليتر في ايه؟ في الحاجات دي. اول حاجه ان الاي سي يو فنتليتر ما فيهوش ريبريذنج، ما فيهوش سي او 2 ابزوربشن. الاي سي يو فنتليتر الاكزوست اللي طالع من العيان الاكسبيريشن بيطلع على الشارع. الثيتر فنتليتر في ريبريذنج، انت بتاخد البراث بتنقيه بتشيل سي او 2 وترجعه للعيان تاني. الدرايفنج ميكانيزم مختلف، مفيش باج سكويزرز في الاي سي يو فنتليترز. امال في ايه؟ في بيستونز وفي توربنز. خلاص اوكي، يعني هم بداوا يستخدموهم من الاي سي يو فنتليترز زمان. طب امال احنا ليه اخر تقدير يعني مش من بعيد ليه؟ يعني ماركتينج. لكن هي الفكره ان فكره البيستون والتربنز بيستخدموها في الاي سي يو فنتليترز بقى لهم فتره. اكسترا فيتشرز بقى يعني ايه؟ يعني ممكن تدي عن طريقه نيبلايزر، ممكن تعمل انسبيراتوري بوز، اكسبيراتوري بوز، تعمل كل الحاجات ديت في الاي سي يو فنتليتر. ما ينفعش تعمل الكلام دوت في الثيتر فنتليتر. ability to control the breathing cycle، يعني ايه؟ يعني ال انت you can control the breathing cycle better في ال ICU ventilator. تبقى مش بس ال inspiratory وال expiratory ratio، لا انت كمان بتتحكم في السلوب. يعني ايه السلوب؟ يعني البريث دوت يتاخد بسرعه ولا يتاخد ببطء، ولا يتاخد ولا هو ايه يحصل لما يتاخد بسرعه او يتاخد ببطء. فانت عندك مور كنترول للكلام ده. المانيوال فنتليشن في مش المانيوال فنتليشن، انا متاسف، المانيوال فنتليشن لان انا كان مس سبونتينوس بريذنج. المانيوال فنتليشن مش متاح في الاي سي يو فنتليتر. انت ما ينفعش تنفخ العيان بايدك. عايز تنفخ العيان هتفصل وتحط العيان على سي سيركت مثلا متوصله بفلوميترز وتبدا تنفخ. طبعا الاي سي يو فنتليتر مور اكوريت عن الثيتر فنتليتر، بيعمل نفس الانبوبه اللي بتحط في بق العيان، بعد فتره بتسخن بتتمدد، فالاي سي يو فنتليتر ممكن يعمل كومبنسيشن للكلام ده. زي ما احنا اتكلمنا عن كلوز لوبس، يعني ايه كلوز لوب؟ يعني الفنتليتر بيحس بالعيان وبيظبط نفسه على اكوردنج للعيان، مش مجرد بس بيحس بالبريث بتاع العيان، مش مجرد بيحس ان هو بيحس ان العيان عايز ياخد بريث، لا ده كمان بيحس بالبريشرز وبالكومبلاينس وبالريزيستنس وبيظبط نفسه اكوردنج للعيان. طبعا المودز اوف فنتليشن حدث ولا حرج. الثيتر فنتليترز الحديثه فيها مودز اوف فنتليشن كتيره، لكن ديفنتلي الاي سي فنتليترز فيها مودز اكتر، زي الاي بي ار في مثلا اللي هو يعني مود من المودز اللي بنستخدمها دلوقتي في الاي ار دي اس، ومش هتكلم عنه، لكن هو مود مثلا مش مستخدم او مش موجود في الثيتر فنتليتر. اخر حاجه السبونتينيوس بريذنج في طبعا الاي سي يو فنتليترز مور افيشنت ان تيرمز اوف سبونتينيوس بريذنج، وبيساعد العيان احسن من الثيتر فنتليتر، سبيشلي الحاجات اللي هي يعني شويه الاولد جنريشنز من الثيتر فنتليترز السبونتينيوس بريذنج ساعات بيبقاش كويس قوي. اخيرا what do you want from the future ventilator؟ دي اخر سلايد خالص تمام. فلو انتوا تساعدوني لو لسه فيكم نفس، خلاص انت لو فكرت كده احنا في اخر محاضره، انت عايز ايه من الفيوتشر فنتليتر تمام؟ وهشوف اذا كان اعمل شير للسكرين دي. اوكي، علشان نشوف انتوا هتقولوا ايه بالنسبه ل ال الفيوتشر اوف فنتليترز.
تمام، اعمل شير سكرين تاني. تمام، لو دخلتوا برضو على منتي وكتبتوا الكود 7891205 او عملتوا سكان للباركود هيدخلكم على ده. اكتبوا ده، هتكتبوا ايه اللي اللي انت شايفه في الفيوتشر فنتليتر، ايه الفيوتشر فنتليتر يعني تفتكر ان هو هيبقى فيه ايه. لو انا هتكلم عن نفسي، انا كل حاجه احنا بنتكلم دلوقتي في ارتفيشال انتليجنس، بنتكلم ان يعني ان الفنتليتر دلوقتي بقت تحس بالعيان. انا مش عايز كده كمان، انا عايز كمان ان الفنتليتر ياخد ديسيجنز عن ليا، لو العيان مثلا التايدر فوليوم بتاعه مش اتشيفد هو ايه السبب، وياخد يبدا ياخد ديسيجنز عني، او يديني حتى يعني سجستشنز اعمل ايه. اللي عايزه من الفيوتشر فنتليتر، احنا دلوقتي عندنا التارجت كنترول، يعني بنكنترول انترنال سيفو وبنكنترول كمان الاكسجين، بس انا عايزه كمان يعرف امتى انا هبدا اصحي العيان، يعني وقد ايه امتى العيان هيصحى. فمثلا اوصل الفنتليتر دوت بمثلا اللي هو بيسموه الكونشسنس او البرين اكتيفيتي مونيتور، ويقول لي العيان ده اصلا هيصحى دلوقتي هيصحى بعد شويه، وكنترول ده. انا طولت عليكم، فانا مش هقعد يعني استنى الاجابات كتير، فلو ما حدش حط حاجه هرجع تاني للايه البرزنتيشن. اوكي، تمام. اي حد عنده اسئله؟ انا كده خلصت البرزنتيشن. تمام خلاص، هن يعني quickly to summarize، احنا اتكلمنا عن الفنتليترز، اتكلمنا عن السيركل سيستم باستفاضه. تمام، اتكلمنا عن، في حد عنده اسئله؟ لا لسه. اوكي، اتكلمنا عن الباج سكويزرز باستفاضه. تمام، اتكلمنا ازاي احنا عملنا كلاسيفيكيشن للفنتليترز، اتكلمنا عن ال other types of ventilators غير الباج سكويزرز زي النيو فنتليترز، وكلمنا برضو عن الجيت فنتليشن، وكلمنا عن الثرايف، وكلمنا عن الهاي فريكوانسي اوسيليشن فنتليشن، اتكلمنا عن الديفرنسز بين الاي سي يو والثياتر فنتليترز. تمام، واخيرا اتكلمنا عن ايه اللي ممكن تشوفوا في الفيوتشر فنتليتر. دي حاجه انا زي ما بقول لكم انا هتركها لكم انتوا، لان انت كل اللي تتخيله ممكن يحصل في المستقبل حطوا فيها. تمام، حطوا كل السيفتي فيتشرز اللي انت عايزها، اعمل اللي انت عايزه، يعني خلي الايماجينيشن بتاعك مفتوح، لان يعني احنا ما كناش نحلم باللي احنا وصلنا له حاليا، فاي حاجه انت هتحطها غالبا هتتحقق ان فيوتشر. واتمنى اكون ان المحاضره يعني عجبتكم. اخيرا انا بس يعني ايه اتمنى اني انا اعرف الفيدباك بتاعكم، ف دي برضو الباركود دوت واللينك دي برضو هتوديك الفيدباك. المحاضره كانت طويله حبتين، بس يعني احنا يعني went through a lot يعني، وده كان الهدف بتاع المحاضره، احنا to go through as much as we can. الفنتليتورز يعني حاجه مش هينفع نخلصها في قاعده، وهتحتاج ان انت تقرا عنها. فاتمنى ان انتوا برضو تدوني الفيدباك بتاعكم، وعلى يعني تو يعني get better in the future ان شاء الله. انا هستوب شيرنج دلوقتي. الشريف، عارف الشريف لسه هنا ولا نايم معايا؟ لا معاك، تسلم ايدك. لا ربنا يكرمك. خلاص، اوكي ماشي يا جماعه.